تشاهدون الآن فدك بلس من طابق الشهيد يحيى بن أم الطويل في أرض فدك الصغرى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداؤهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوتي الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة من فدك بلس. عنوان الحلقة سيتمحور حول موضوع مهم جدا، ألا وهو الجهر بالبراءة وكسر الحواجز. هذه العبارات ربما نطلقها هنا شعارات، ولكنها بحمد الله تعالى بدأت تأخذ الحيز في الواقع الاجتماعي للأمة الرافضية، فقد سجلت أو وثقت الكاميرات أن عشرات الرافضة يجهرون بالبراءة ويلعنون أعداء الزهراء صلوات الله عليها، بعدما كان أو كنا لا نسمع صوتا واحدا في كل القنوات، حتى في كل الإذاعات، بل وحتى ربما في الكتب، والكتب التي كانت فيها مثالب أعداء آل محمد صلوات الله عليهم كانت تنقل من مكان إلى مكان في الخفية. وهذا عهد طويل، فقد تعرض الشيعة إلى الظلم من بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم واحدا بعد واحد، هذا ديدن الحكومات. فكان الشيعة لا يستطيعون من أن يعبروا عن عقيدتهم بكل حرية، فحينما يجهرون بالبراءة كان أغلب الأحيان يكون مصيرهم إما القتل وإما السجن وإما التهجير وإما التشريد وغيرها من الجرائم التي أنزلها الطغاة في شيعة آل محمد عليهم الصلاة والسلام. ولكن بحمد الله تعالى بعد أن ظهرت هذه القناة المباركة وبعد أن ظهر هذا الصوت، روض أمة عائشة وأمة أبي بكر وعمر على سماع لعنهم والبراءة منهم. فبحمد الله تعالى بدأنا نسمع في القنوات وفي حتى على مستوى الخطباء، وبدأنا بحمد الله تعالى نسمع حتى في الدول التي يسيطر عليها أو تسيطر عليها الحكومات الجائرة، كحكومة مثلا آل سعود كالحكومة المغربية وغيرها من الحكومة، بدأنا بحمد الله تعالى نسمع أصوات تجهر بالبراءة من أعداء الزهراء صلوات الله عليها. وبإذن الله تعالى سيأتي يوم ونرفع هذه الأصوات الطاهرة فوق الكعبة المشرفة، وبإذن الله تعالى سيقرأ مقتل الزهراء صلوات الله عليها في المدينة المنورة عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، في هذا المكان المبارك والذي يذكر العالم بما جرى على الصديقة الكبرى وكيف ظلموها. هذا المكان له قدسية، حيث كان فيه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وحيث تسلط في هذا المسجد المبارك، تسلط أبو بكر وركب هذا المنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وآله، غصبا وبالقوة مثل ما يقول بالانقلاب الغادر الذي مثله في سقيفة بني ساعدة. ففي هذا المكان تعرضت الزهراء صلوات الله عليها إلى الظلم، وتعرض آل محمد صلوات الله عليهم إلى الظلم. سيأتي بإذن الله تعالى يوم ونرى بعون الله تعالى أصوات الرفض والبراءة في هذا المكان تحديدا، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. خلينا نشوف هذا الفيديو اللي قبل أسبوع حوالي أو أقل أخذ حيز جدا وانتشر في وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى الأخوات المتشيعات من المغرب، حيث قامت أو دخلت على مسجد للطائفة البكرية وتحديدا الفرقة الوهابية، وبدأت تجهر وتلعن أبي بكر وعمر والطغاة، وقتلت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. طبعا التصوير هو من هؤلاء أصحاب المسجد. خلينا نشوف هذا الفيديو إن شاء الله أخواني ونرجع وإياكم. لعن الله عثمان
لعن الله ملك المغرب، لعن الله بشار، لعن الله ملك السعودية. جئتم إلى هذه المرأة الحرة الطاهرة وهي تجهر وتلعن الظالمين الذين ظلموا محمد وآل محمد صلوات الله عليهم بكل شجاعة، وإن شاء الله نستقبل سماحة السيد أحمد الموسوي. السلام عليكم سيدنا العزيز. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أهلا وسهلا. أشرفتم أو شرفتونا ونورتم في هذا البرنامج الله. المبارك الله يبارك. وسيدنا إذا عندكم تعليق على هذه العمل أو هذا العمل البطولة التي قامت به هذه المرأة. تلك اللبوة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه اللبوة لم تأتي بشيء منكر، وليس هذا هو العمل الأول لأمثالها، فهناك الكثير ممن جهر بالحق وبالبراءة وقتل على أثر ذلك الجهاد، وهناك حادثة وواقعة الكل لعله سمع بها من منبر الرافضة من هذه الهيئة المباركة، واقعة حصلت في الجامع الأموي في الشام. هناك أحد الأبطال من الحلة، هذا البطل خرج من الحلة إلى أن وصل إلى الشام إلى الجامع الأموي، أي مهد النواصب والوهابية، فجلس هناك، انتظر وقت الظهر والعصر عندهم، صلى هو بمفرده، صلى حسب الظاهر صلى الظهر والعصر، لأن هي عادة الرافضة أن يجمعوا الصلاة. فهو بعد انتهاء صلاة العصر قام وجهر بأعلى صوته: لعن الله أول ظالم لآل محمد عليهم السلام. الناس منشغلون في الصلاة ومنشغلون في الجنازة، هناك جنازة لم يصلي على تلك الجنازة، وأيضا لم يدخل معهم في صلاتهم، وهم أخذوا بالصلاة وهو يصرخ بأعلى صوته: لعن الله ظالمي آل محمد عليهم السلام. بعد أن انتهت الناس من الصلاة، كان ابن كثير لعنه الله موجود في ذلك المسجد، وصادف أنه قاضي القضاء أيضا موجود في المسجد. فهنا بعد أن جهر أخذوه وقالوا له: أنت ماذا تقصد بلعن الله أول ظالم لآل محمد عليهم السلام؟ هذا رافضي، لم يقل المقصود به فلان أو نمرود أو قابيل وغير ذلك من الأكاذيب التي روجت في هذا الوقت السيء. عندما سألوا عن زيارة عاشوراء من الأول، قالوا الأول قابيل، وهكذا. فهذا رافض شجاع، ماذا قال؟ أجاب مباشرة، قال: أقصد أبا بكر لعنه الله. فهما اشتعظا غضبا، يعني ابن كثير عالمهم في البداية والنهاية، يذكر ذلك في وقائع سنة 755، يذكر ذلك الوقائع، ويذكر أنه هو من حاجج هذا البطل الرافضي، هو من تكلم معه ومن ذكر له كيف أنه تجادل وتقول على أبي بكر ويسميه بالصديق. فهنا أخذ يصرخ ويلعن. بعد ذلك عندما سألوا أنه من تقصد بالأول لعن الله ظالمي آل محمد، أول ظالم ظلم محمد وآل محمد، قال: أقصد أبا بكر. فقاموا وأخذوه الجلاوزة، بعد ذلك أمروا أن يجلد بالسياط. فعندما أنه اجتمعوا عليه أخذ يصرخ بلعن الله أبا بكر، لعن الله عمر، لعن الله عثمان، لعن الله عائشة، لعن الله يزيد، لعن الله حفصة. هكذا هو حال الأبطال من الرافضة في كل عصر. فأخذ يجهر ويصرخ بأعلى صوته، صرخ مرتان بأعلى صوته، جهر بأن أبا بكر هو أول ظالم وبعده عمر وهكذا. فماذا فعلوا؟ قالوا يجلد
فأخذوا بجلده وكلما يجلدوه يصرخ ويصيح بأعلى صوته لعن الله أبا بكر، جلدوه الجلدة الثانية، لعن الله عمر الجلدة الثالثة، لعن الله عثمان، هكذا فعلوا به. كل ما يجلدوه هو يصرخ بأعلى صوته لعن الله أبا بكر ولعن الله عمر وعثمان وعائشة وحفصة ويزيد ومعاوية، وهكذا في بيت النواصب في المسجد الأموي مهد النواصب والوهابية. بعد ذلك أنه قاضي القضاء المالكي لعنة الله عليه أمر بإعدامه، فعمدوا إلى قطع رأسه، قطعوا رأسه المبارك الشريف وطافوا به في البلدة، بل فعلوا أسوأ من ذلك كفعل داعش، أحرقوا جثته وأخذوا يطوفون بها البلد. من هو هذا؟ هو من الحلة. وبعد أن يقول ابن كثير حاججته فرأيته من الروافض على قوله المغالين، فهنا عندما علمنا قال أنا من أحد أركان الشيعة، وهو ابن مطهر الحلي العلامة الحلي في الحلة، هو أستاذه، فإما أن يكون هو أستاذه مباشرة أو يكون هو تلميذ من تلامذة العلامة الحلي. فهنا يقول حاججته فوجدته من المغالين، الرافضة المغالين. بعد ذلك علمت أنه يتبع إلى ابن مطهر العلامة الحلي. بعد ذلك أنه يقول ابن كثير رأيت أنه يكثر من سبهم والبراءة منهم ولعنهم، يلعن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وآله. هذه الحادثة كما الآن هذه الحادثة في أوروبا. أيضا نقول ما هو الفائدة أنه هذا الرجل قتل؟ ما هي الفائدة؟ أولا إلقاء الحجة، ألقى الحجة على الناس، كل اللي في الجامع الأموي أو كل من سمع بهذه الحادثة ألقى الحجة عليه، هذا أولا. ثانيا أنه يهتدون بسبب هذه الحادثة، سيتناقلون فيما بينهم في أوساطهم في أهليهم في أجيالهم، الناس تتناقل هذه الواقعة والحادثة، لماذا يلعن الصديق والفاروق لعنة الله عليهم حسب أقوال البكرية، لماذا يلعنهم هذا؟ فعندما يتحققوا ويسألوا يجدون أنهم ظلم وقتل لآل محمد عليهم السلام، فهنا يعلم أن ذلك يكون بسبب أنهم قتل وظلم لآل محمد عليه السلام. أنا فقط أذكر هذه الحادثة، هذه الحادثة التي جرت في الجامع الأموي. هناك حوادث كثيرة وهناك أفعال كثيرة لأصحاب الأئمة عليهم السلام، وهناك من هم أبطال لهذه الرافضة، هم أبطال في العصر السابق وفي عصرنا هذا. الآن نرى كثير من الرافضة يجهرون عند ضريح الحسين والعباس عليهم السلام، يجهرون في سامراء المقدسة في مهد البكرية والنواصب ويلعنون ويبرؤون، وهناك من يلعن ويبرأ عند أمير علي عليه السلام، وهناك من يبرأ في المدينة المنورة في مدينة النبي محمد صلى الله عليه وآله. فهناك أحرار وأبطال في كل زمان ينبري رافضة ليتصدوا للجهر بالبراء من أعداء الله عز وجل. ولذلك أن هذه الهيئة ارتأت أن تكون هي الحاملة للواء البراءة من أعداء الله عز وجل. ترون أن المحقق سماحة الشيخ الحبيب أصل وقعد وأسس لهذه الجهر بالبراءة. سماحة الشيخ أتانا بما هو مدفون ومغبور مغمور في الكتب، فأخرج ذلك من الكتب وأسسها وأخرجها للناس كافة. فكل أحد الآن هم عيال على المحقق الشيخ ياسر الحبيب، كل من يتكلم بالبراءة الآن هو عيال على سماحة الشيخ، لأنه قبله لم نعلم ذلك. قبل سماحته لا نعلم أن محمد صلى الله عليه وآله مات مسموما ليقول لأحد أنه العالم الفلاني ذكر ذلك قبل سماحته. فالحق كل الحق أن يقال أنه هو من جدد ذلك
الرفض والبراءة من أهل الباطل أمثال أبي بكر وعمر لعنهم الله. أحسنتم سيدنا. طبعا قبل أن نوصل للأذان سمعت شيخ الحبيب علمنا مو فقط على البراءة من أعداء آل محمد عليه الصلاة والسلام، أقصد الرموز أبي بكر وعمر، وضع منهجا مباركا من روايات آل محمد صلوات الله عليهم مقياسا مقياسا، أي رجل يشذ عن الطريق نبرأ إلى الله تعالى منه وندع التشيع، وهذه نعمة عظيمة. فالمنهج الذي جاء به سماعة الشيخ منهج تطهير للواقع الشيعي، مو فقط للطغاة السابقين الذين فرغنا من البراءة منهم. هو يعني سماحته أستاذ في علم الرجال، وهو ممن يعلم بأحوال الرجال في عصرنا هذا، فكثير من ينبرون لأن يتكلموا في الدين وغير ذلك وهم ليسوا بأهل، فسماحته يبين لنا أن هذا الرجل من أهل الدنيا وأنه اتخذ الدين مطية لمصالح الشخصية وأخرج فساده للناس أجمعين. خير من الله سمعت السيد، طبعا هذه بركة عظيمة، والله بركة عظيمة أن يطهر الجسد الشيعي الطاهر من الداخل، هذا الذي تعرض إلى مع الأسف محاولات للتزييف ودخلت فيه العقائد المنحرفة كالعرفان والتصوف والبترية والسلك الفلاسفة وغيرهم، فأن يأتي شخص ويطهر هذا الجسد الطاهر من هذه الأمراض هذا فضل عظيم. لو الأمة الشيعية لها ذلك الاستطاعة والقدرة على تحمل ما يذكر سماحته لذكر كيف زيف التشيع، لكن إلى الآن لم يجد حملة لأن يستوعب ذلك القدر من أن يتكلم في الرجال وأن يفضح تلك الرجال. أحسنتم. عندنا فيديوهات إن شاء الله، إذا الأخ المخرج يجهز الفيديو الأول خلي نشوفه. نعم خلي نشوف هذا الفيديو إن شاء الله ونرجع نعلق عليه. يا مهدي لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي أدركنا يا مهدي. لعن الله أبا بكر، لعن الله عمر، لعن الله عثمان، لعن الله عائشة، لعن الله حفصة، لعن الله سائر أعدائي أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ولا نعداء. نعم المرأة، الله أكبر، نعم المرأة التي جهرت بالحق وأخزت الطغاة والظلمة والفسقة والفجرة. هؤلاء أول من أسس أساس الظلم والجور على آل محمد عليهم السلام. هذه نفس المرأة التي جهرت في مسجد البكرية، هذه المرأة الحرة الطاهرة خرجت إلى الشوارع تجهر بالبراءة من أعداء محمد وآل محمد عليهم السلام. وهذا نعم الصنيع ونعم العمل. لماذا؟ لأنها ستوقظ تلك القلوب الغافلة أو النائمة أو التي جملت وحسنت أسماء أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة. هذه المرأة الطاهرة ماذا فعلت؟ شوهت وجهرت بمن أسس أساس ذلك على آل محمد عليهم السلام. فهذا نعم الصنيع، على كل أحد يستطيع أن يفعل فعل تلك المرأة الطاهرة وأفعال الرافضة في العراق وفي كل مكان ليعجل بذلك وليفعل. لماذا؟ لأن فيه حقيقة، فيه عزة للدين ورفعة لهذا الدين، لأنه سيتطهر من أمثال هؤلاء. الآن هؤلاء ذريعة لنا نحن، شكرا جزاكم الله خير جزاء، الله يبارك بكم إن شاء الله تعالى. هؤلاء الآن ذريعة
لأن يطعن بالإسلام بسببهم، طعنوا بالإسلام بسبب أبي بكر لعنه الله، بسبب عمر لعنه الله، بسبب عائشة هتك الإسلام وهتك رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذه الحرة النجيبة الطاهرة خرجت إلى الأمة مجاهرة بالبراءة من هؤلاء الذي لا اعتبار لهم في الإسلام ولا حرمة لهم في الإسلام، ليسوا برموز وليسوا بمقدسين، إنما ظلم قتل فجر فسق. فهي خرجت أمام الملأ وجهرت أمام الناس بأن هؤلاء يجب أن يبرأ منهم. وورد في رواياتنا أن أبا بكر وعمر صنما قريش اللذان يعبدان من دون الله. تقول لي كيف أنهما يعبدان من دون الله عز وجل؟ من استمع إلى ناطق فقد عبده، فإذا كان ينطق بذكر الله فقد عبد الله، وإذا كان ينطق بذكر الشيطان فقد عبد الشيطان. وأبي بكر وعمر هما الأشقيان، هما الشياطين من الإنس. فورد في الروايات أن أبا بكر وعمر بسبعين من زمام من نار، والشيطان بزمامين من نار. هكذا ورد، أين سبعين وأين زمامين؟ فهنا أبا بكر وعمر لا حرمة ولا قدسية لهما. فهذه المرأة جهرت بالبراءة من أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة أمام الملأ، أمام الناس، في الشوارع، في المساجد، في كل اجتماع للبكرية. وبعد ذلك الناس ستعلم، اليوم تعلم أو غد ستعلم، أن هؤلاء قتلوا وغصبوا حق آل محمد عليه السلام، غصبوا الخلافة، قتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله، قتلوا ابنته الطاهر عليه السلام، شبهوها بتشبيه فاجع عظيم، والعياذ بالله أشبه بامرأة زانية، شبهوا الزهراء بتلك المرأة والعياذ بالله، وشبهوا علي بأنه ثعالة شهيده ذنبه، وفعلوا ما فعلوا بالدين والإسلام. فهؤلاء ليسوا برموز وليسوا بمقدسين ولا حرمة ولا اعتبار لهم. ومن يفعل فعل تلك المرأة أجره عظيم عند الله عز وجل، وسيحميه الله عز وجل. هذه المرأة الآن جهرت وصرخت بأعلى صوتها، وهي ترونها في الأسواق لم يعترض عليها أحد، حرية المعتقد والتعبير، جهرت في مساجدهم لم يفعلوا لها شيئا إنما أخرجوها. فالذي يستطيع يفعل فعل ذلك ويجهر العالم كله فلن يوفي قطرة من دماء الزهراء عليه السلام. لنا أيضا رواية في تاريخ الطبري، هناك أمثال هذه المرأة بالعشرات. يقول: ثم دخلت سنة 41 و200، وفيها ضرب عيسى بن جعفر ابن محمد ابن عاصم صاحب خان عاصم ببغداد، ضرب فيما قيل 1000 صوت. فهنا يقول: وكان السبب في ذلك أنه شهد عند أبي حسان الزيادي قاضي الشرقية عليه أنه شتم أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة 17 رجلا، شهاداتهم شهدوا عليه 17 رجل أنه شتم أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة لعنهم الله. هذا في خان عاصم، وهو معروف، وهو اسمه عيسى بن جعفر ابن عاصم في بغداد في خان عاصم، لعن وجهر وشتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة. فعل ذلك بأعلى صوته وشهد عليه 17 رجلا. فيما ذكروا من شهادات مختلفة في أمره على هذا النحو، أنه لعن وشتم أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة. فكتب بذلك صاحب بريد بغداد إلى عبيد الله ابن يحيى ابن خاقان، فأنهى عبيد الله ذلك إلى المتوكل، أوصلوا ذلك الأمر إلى المتوكل لعنه الله، الخليفة العباسي بحسب قولهم وزعمهم، وهو الحاكم الظالم. فأمر المتوكل أن يكتب إلى محمد بن عبد الله بن طاهر يأمره بضرب عيسى هذا بالسياط، فإذا مات رمي به في دجلة ولم تدفع جيفته إلى أهله.
جثته الطاهرة لم تدفع إلى أهله، هم يقولون جيفة لعنهم الله وهو طاهر مطهر. فكتب عبيد الله إلى الحسن بن عثمان جواب كتابه إليه في عيسى: بسم الله الرحمن الرحيم، أبقاك الله لا أبقاه الله، وحفظك وأتم نعمته عليك، وصل كتابك في الرجل المسمى عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصم صاحب الخانات، وما شهد به الشهود عليه من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم والله ليسوا بأصحاب لرسول الله صلى الله عليه وآله، وليسوا من أصحاب بل المنافقين من الذين شهدوا وحضروا معه، ولعنهم وإكفارهم ورميهم بالكبائر، كان يلعنهم ويرميهم بالكبائر والأعاظم، ونسبتهم إلى النفاق وغير ذلك مما خرج به إلى المعاندة لله ورسوله، وثبتك في أمر أولئك الشهود، أنه أثبت ذلك في أمر الشهود، وما شهدوا به وما صح عندك من عدالة من عدل منهم، ووضح لك من الأمر فيما شهدوا به وشرحك ذلك في رقعة فيه درجة كتابك. فعرضت على أمير المؤمنين عز الله لعنة الله عليه، المتوكل يسمى بأمير المؤمنين، فأمر بالكتاب إلى أبي العباس محمد بن طاهر ومولى أمير المؤمنين أبقاه الله لا أبقاه الله ولعنه الله بما قد نفذ إليه مما يشتبه ما عنده، أبقاه الله من نصرة الدين إلى ذلك من القول، وأحياء سنته والانتقام من الحد ومن يلحد في هذا الدين، وأن يضرب الرجل حدا في مجمع الناس حد الشتم، لأنه شتم على زعمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وخمس مائة صوت بعد الحد للأمور العظام التي اشترى عليها، أي أنه لعنهم وبرأهم وبرأ منهم وبين نفاقهم وبين هنا يقول إكفارهم ورميهم بالكبائر، فعطوا 500 صوت غير التي 500 صوت الأولى. فإن مات ألقي في الماء في غير صلاة ليكون ذلك ناهيا لكل ملحد في الدين خارج من جماعة المسلمين، وأعلمتك ذلك لتعرفه إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا هذه الحادثة أشبه بحادثة الجامع الأموي الذي من الحلة واستشهد رحمة الله عليه، وهذا اللي هو عيسى ابن جعفر الذي هو صاحب خان عاصم في بغداد، أيضا فعلوا به ضربوه 1000 صوت حتى أنه مات ورموه في النهر. فهنا نعلم أن ذلك الأمر ليس بجديد، وأن الشيعة والرافضة في كل جيل يقومون بذلك وزيادة، وهذا الجيل رأيتم أن أبطال الشيعة الرافضة في العراق وفي الحجاز وفي الكويت وفي أوروبا وفي أمريكا وفي مناطق كثيرة برأوا وجهروا بالبراءة من أعداء الله، والحمد لله سلموا من القتل والسجن والهتك، سجنوا أياما أشهرا وخرجوا، ولكن لازالوا يجهرون بالبراءة ولن يتنازلوا عنها حتى يموتوا دونها. ولنا حادثة أعظم من ذلك إن شاء الله سنتكلم فيها بعد حين إن شاء الله تعالى، نفتح باب الاتصالات بعد ذلك إن شاء الله، سنذكر حادثة العلامة الحلي بما كتبه في كتابه حتى وصل إلى قاضي الغضاة في أفغانستان ففعل ما فعل بالشيعة الهزارة، سنذكره لاحقا. وهذه المرأة مضت على أثر ذلك السلف وهؤلاء الأصحاب أصحاب الأئمة والعلماء منهم وتلامذة العلماء، وهذه المرأة الطاهرة خرجت بالجهر بالبراءة. أحسنتم سيدنا العزيز. أخوتي الأعزاء، تخلون الأرقام أرقام الاتصالات على الشاشة، سيدنا علماء إن شاء الله يجهزون الاتصالات. قد يطرأ إلى البال سؤال، أنه هذا الفعل وكما ذكرتم هذه القصص اللي حقيقة مشرفة للرافضة الأبرار الطاهرين، في الحقيقة عمل بطولي أن يأتي شخص في الشام يخرج من الحلة ويذهب إلى الجامع الأموي حتى يلقى حتفة وحتى يستشهد هناك. هنا السؤال سيدنا، هذا الفعل الذي فعله هذا المجاهد هذا البطل الرافضي الشهيد نعم، هذا ضحى بنفسه، فهل هنالك إنجاز حققه حينما سفك هذا الدم الطاهر؟ حسن، وما هو أعظم إنجاز؟ أنه الآن نحن نتناقل ما فعله من استبسال
وفضح الظالمين والبراءة منهم وفي الجامع الأموي. تعلم ما هو الجامع الأموي؟ يعني تذهب إلى داعش في وسط داعش وتقول لعن الله أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة. من يفعلها؟ هو ألعن من داعش الجامع الأموي، هو من أسس ومهد لداعش فجهر هناك. أعظم إنجاز أنه أنا وأنت والأجيال الآن يتناقلون فعله وموقفه الشجاع الشريف. أيضا أن ابن كثير لعنه الله وأخزاه ذكره على الملأ في البداية والنهاية في وقائع سنة 755 ذكر ذلك على الملأ. هنا كل من يقرأ سيفكر ويتشيع بإذن الله عز وجل إن هداه الله لهذا الأمر. فأول إنجاز أنه استشهد، أنه فضحهم عند الملأ وبين أنهم ليسوا بأهل اعتبار وليسوا بخلفاء وليسوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم قتلة لآل محمد عليه السلام. أيضا ألقى الحجة على كل من حضر وكل البلدة وكل من شهد وكل من سمع، وجيل بعد جيل عليه تلك الحجة. أيضا الآن كل من يسمع قصته سيراجع أمر في ما أمر بأن يتابع لأبي بكر وعمر. أمر أن كل أحد منا عندما يسمع واقع وحادثة في سب أبي بكر وعمر يعمل ويعمل عقله ويذهب ويراجع الكتب، يراجع كتب الشيعة وكتب البكرية، ويرى أنه ما فعل أبو بكر لعنة الله عليه وعمر لعنة الله عليه وعثمان وعائشة وحفصة، ماذا فعلوا بالدين، ماذا فعلوا بآل محمد الطاهرين، ماذا فعلوا برسول الله صلى الله عليه وآله. فبعد ذلك سيعود إن شاء الله إلى التشيع وإلى الرفض. أحسنتم سيدنا. عندنا اتصال أبو مصطفى من بغداد. سلام عليكم أبو مصطفى. السلام عليكم مشغلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو مصطفى. السلام على السيد جليل. الله يسلمكم، حياكم الله ولانا أبو مصطفى، الله يحفظكم إن شاء الله. سيدنا الله يحفظك جماله، هو مريض وثاني ثقيل. يمك العافية إن شاء الله، أجر وعافية بحق الزهراء عليه السلام. الله يحفظك. تحياتي للجميع جان كل موجودينكم. الله يسلمكم على رأسنا بعد عيني. الله أبو مصطفى. سيدنا سؤال الله يرحم والديك. تفضلوا. خدمتكم. سيدنا رحم الله والديك. سيدنا الجزيرة هاي المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ما هو السؤال أخي؟ هو الآية المباركة. أنه وإني لغفار من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. رجاء الجواب شافي. رجاء إن شاء الله تعالى. عندكم سؤال ثاني؟ إن شاء الله بخدمتكم أنا المصطفى. لا ساعتك الله يحفظكم إن شاء الله. جزاكم إن شاء الله على عيننا. الله يعزكم. نعم سيدنا العزيز، قبل نجاوب على سؤال الأخ أبو مصطفى، ذكرتم قبل قليل أنه أو تطرقتم بشيء ربما مو مباشر بس خلينا نتعمق فيه. حقيقة سيدنا أنه الشخص لما يريد أن يجهر بالبراءة، وحينما مثلا يسألونه مباشرة هل أنت من جهة قناة فدك، هل أنت مثلا تابع لما يقولونه للشيخ ياسر الحبيب، هذه الكلمات هذه حينما أصبحت البراءة مسجلة باسم قناة فدك، هذا أليس هو فخر عظيم يمكن أن يفتخر به أو تفتخر به قناة فدك ويفتخر به كل العاملين في هذا المكان المبارك يوم القيامة يوم يلقون الزهراء سلام الله عليها، أنه في هذا الزمان حينما سكت كل أهل أو كل أهل الحق مع الأسف سكتوا إلا هذا المكان وجهر فتسميت أو أطلق لقب البراءة على ماذا؟ على قناة فدك. الآن سيدنا بيني وبينك، اذهب إلى العتبات المقدسة واجهر بالبراءة مباشرة، أنت من قناة فدك؟ أنت تابع للشيخ ياسر الحبيب؟ هكذا يقولون. أي أنت تذهب إلى هم، أنت تتبع إلى الحبيب الياسري. نعم هكذا يقول. هذا العنوان، هذا أليس شرفا؟ هذا فخر، فخر عظيم، فخر عند الله وعند رسوله وعند أهل بيت عليهم السلام. الله أكبر. يكفي فخرا أن هذه الهيئة هي من جددت الرفض في هذا العالم. الله أكبر. جددت البراءة في هذا العالم وجهرت بالبراءة من أعداء الله عز وجل بالأسماء وفي كل مكان، يعني في الإعلام وفي الميدان. وهل يوجد الآن، هل توجد قناة أحسنت تجهر بالبراءة؟ أنا لم أسمع غير بذلك. هذه القناة؟ أنا لم أسمع بذلك بهذه الصراحة. نعم لم أسمع بذلك. يذكرون ذلك بالألقاب والكنى والمسميات وغير ذلك،
المهم، ويكفي أنه جهرنا بالبراءة في ساحات القتال، رفعنا راية زرقاء والصدور مكشوفة أمام الأعداء والشهداء، والشهداء والرايات الزرقاء ترفرف خلف الساتر ويلعنون أبا بكر وعمر، يرمي ويقول لعن الله عائشة، يرمي ويقول لعن الله أبا بكر، وهكذا فعلنا ذلك في الميدان في سوح القتال في الإعلام. الله أكبر. لم يسبقنا أحد في هذا العالم بحمد الله عز وجل إلا هذه الهيئة المباركة. هذا عمل مبارك سيدنا العزيز. والآن بعد كل هذه السنوات، الآن سيدنا أنتم من زمان موجودين بالحوزة وتدرسون وجالستم العلماء من سنة 95. نعم. يعني سيدنا الآن أسألكم بالله، هل يوجد الآن قبل يسقط صدام، وخلي نقول قبل لا تطلع أصلا قناة فدك، هل يوجد كلام على أعداء الزهراء بهذه الصراحة؟ حقيقة حتى في مجالسنا الخاصة كنا نتستر ونلتفت هنا وهناك، هل يوجد أحد غريب؟ هل يوجد أحد أنه نتكلم أمامه؟ هل يوجد بكري؟ مرات ليس بكري، حتى أنه ناس ما نعرفهم شيعة ما نتكلم أمامه. الله أكبر. أي حتى في مجالس الخاصة لا نستطيع الجهر بالبراءة. الآن نرى الشيعة ربما يناظرون في دول بكرية على كفر أبي بكر. أحسنت. هذا إنجاز. أحسنت. هذا عظيم حققته العظيم. هذه القناة. لذلك نحن نقول أن والله هذه الهيئة لها حق ويد على كل شيعي رافضي تسمى بالولاية والبراءة، هذه الهيئة لها حق ودين عليه في رقبته، بل فضل عظيم عليه أن لا ينكر ذلك الفضل، وأن يقوم إجلالا لهذه الهيئة المباركة أنها علمته دينه وأحكام دينه وعقيدته، وعلمته كيف يجهر بعقيدته ويبرأ من أعداء الله على الملأ. قبل تلك الهيئة لا يكون أحدا جريئا في ذلك أبدا. سيدنا العزيز، بالإضافة إلى ما قدمته هذه القناة المباركة وما طرحه سماحة الشيخ الحبيب في محاضرات رائعة راقية، بيّن لنا الحق من الباطل، فحينما بيّن جانب البراءة من أعداء أهل البيت صلوات الله عليهم الأوائل، كذلك حذرنا من ماذا؟ ممن يترضون عليهم وما هو حكمهم، فاتخذنا الموقف نفسه أن الذي يترضى على أعداء أهل البيت صلوات الله عليهم انتهت، أو يمدحهم فنحن براء منه، الذي لا يعتقد بكفرهم فهو بتري، انتهت القضية. فهنالك فيديو لأحد المعممين وهو يتكلم على صدام حسين لعنه الله، وينتقد ظاهرة الترضي على صدام حسين. خلي نشوف هذا الفيديو إخواني الأعزاء، ونرجع إن شاء الله هم أكو فيديو ثاني حتى بإذن الله من خلال منطق هذا المعمم، إذا كان حقا يمشي على هذا المبدأ وهو مبدأ صحيح أن الذي يترضى على الظالم ماذا؟ شريك في ظلمه، مبدأ صحيح، ولكن نريد من هذا المعمم أن ماذا؟ أن يستمر على هذا المبدأ. خلينا نشوف الفيديو إخواني. إخواني، لعل الكثير من عندنا ما ملتفت لها أو ملتفت، ولكن بالنتيجة سوء حظ اللي يريد يخلي يملأ صحيفة أعمال سيئات ويحشر مع الظالمين، ما أدري. نشوف إخواني، هاي الظاهرة اللي موجودة الآن في أوساط، ما أقول المتدينين والمؤمنين، لا، في أوساط وفي ظاهر ذول الذين يدعون التدين ويدعون التشيع، ويطلع أيام الأربعين شايل لراية لو ناصب له موكب ويبكي على الحسين عليه السلام. يا ظاهرة إخواني، ظاهرة الترضي على النظام البائد وعلى الحكم البائد. التفتوا إخواني، حكيتها وأحكيها وخلت نشرهم على اليوتيوب، هواي ضروري. من ترضى على صدام أو تمنى أيام حكمه أو عودة ذلك الحكم، تدري شنو معناه؟ أخذها من عندي، شريك مع صدام في كل قطرة دم سفكت بظلم، وشريك مع صدام في ظلمه لكل عرض انتهك، وشريك لصدام في
في كل أرملة ترملت، وشريك مع صدام في كل يتيم تيتم، وشريك لصدام في كل مال استحل بغير حق، وشريك لصدام في كل رعب دخل على قلوب المؤمنين، وشريك لصدام في كل جرائمه. سمعتم إلى هذا المعمم وهو يقول: من ترضى على صدام فهو شريك مع صدام بكل قطرة دم سفكت، وهو شريك مع صدام في كل عرض مثلا انتهك وأموال أخذت وإلى آخره. فهذا المبدأ الذي وضعه هذا المعمم. طيب، الآن أنت وضعت هذا المبدأ، فنريد أن نلزمك بما وضعته، ونطالبك على هذا المنبر الذي أنت فيه أن تتكلم على أحمد الوائلي، لأنه شريك في دماء الزهراء صلوات الله عليها التي سفكت. تقول لماذا؟ أقول لك شوف هذا الفيديو. خلينا نشوف الفيديو إخواني. وبإجماع المسلمين أن زواج المتعة شرع، بإجماع المذاهب الإسلامية شرع، وعمل به أيام رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينشخ في أيامه، وإن كان هناك من يدعي أنه نسخ في أيام الرسول ولكن النسخ لم يثبت، وسأشير إلى المصادر في هذا المعنى. عمل به في أيام الرسول، وعمل به في أيام خلافة الخليفة الأول، وعمل به صدر من خلافة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضوان الله عليهما، وفي صد أو في بقية من أيام عمر بن الخطاب صعد على المنبر وأعلن تحت. سمعتم إلى هذا المنحرف أحمد الوائلي ترضى على قاتل الزهراء صلوات الله عليها، فهو يا أيها الشيخ يا أيها المعمم، فهو بوفق هذا المبدأ الذي أنت تكلمت به على المنبر شريك في دماء الزهراء صلوات الله عليها، فنريد منك أن تتشجع وأن تتخذ هذا الموقف كما اتخذته من صدام الذي ظلم الشعب وظلم الأبرياء، أن تتخذ هذا الموقف من الوائلي الذي ترضى على من؟ على سيد، على قاتل الزهراء صلوات الله عليها، سيدة الأكوان، أم أبيها، أم المعصومين، الحجة على الحجج. الوائلي ترضى على قاتلها، فهو شريك في دماء الزهراء صلوات الله عليها. نريد هذه الدعاوي أو هذه الكلمات التي تطلق على المنابر على صدام وعلى هذه الحكومات أن تطلق على المنحرفين والذين يترضون على أعداء آل محمد صلوات الله عليهم. عندنا اتصال إخواني. أبو خالد من السويد، سلام عليكم. تسمعني يا أخي؟ حياكم الله أخي أبو خالد، تفضلوا. مساء الخير عليك وعلى السيد الكريم. سلمكم الله يا حبيبنا يا أبو خالد، مشتاقين لسماع صوتكم، تشرفنا بكم ولنا. يحفظكم الله يحفظكم الله. اسمحوا لي سيدنا مولانا والأخ علي، يعني أنا راح أتطرق، قد يكون يعني راح يأخذ منحة سياسي غير ديني، يعني بسبب استفزاز هذا المعمم. يجب أن نتساءل يعني ما الذي دعا هذا المعمم وغيره، وهم كثر، منهم سياسيين شيعة بين قوسين طبعا، ومنهم معممين، ومنهم أيضا كتاب قد تطرقوا لهذا الموضوع، موضوع الترضي عن صدام. أنا الآن لا أريد أن أنحى مناحي أخرى، ولكن أريد أن أركز على هذه النقطة. فلنسأل أنفسنا، نسأل هؤلاء الذين الآن يستنكرون الترضي على صدام، من جعل الذين بالأمس كانوا يقتلوا ويهجروا ويزجوا بالسجون أن يترضوا على تلك الحقبة السوداء في تاريخ العراق؟ أليست هؤلاء الذين أتوا بعد عام 2003 الأحزاب الدينية بين قوسين أيضا، أليست حزب الدعوة وحزب الحكيم وحزب منظمة العمل وما غيره التي تحمل تلك الأسماء الإسلامية والإسلام منها براء؟ هؤلاء هم الذين جعلوا هذه الشريحة من المجتمع
وخصوصا الشيعة الذين كانوا يضطهدوا وكانوا يساقون أو يسمون يعني سوم العذاب إبانة تلك الحقبة المريرة. هذا المعمم كثير منه هو من يضلل الذين يستمعون إليهم والذين يشاهدونهم باليوتيوب والتلفزيون. هؤلاء هم دمار العراق. هناك حقيقة سيد قد يغفل عنها، أو هي ليست بشيء يعني سر، إنما هو فقط لا يغطى إعلاميا، يعني لا تسلط عليه الأضواء. أتعرف أنه نحن نعيش في كارثة وطامة كبرى بالعراق؟ طبعا الدول المجاورة كلها نفس البلاء بسبب أفعال هؤلاء المنحرفين من الوهابية والسلفية وغيرهم، لكن بما أننا ندعي بأننا من موالين محمد وآل بيته الأطهار صلى الله عليه وسلم عليهم، في نناقض أنفسنا. هناك من الإلحاد الآن، من التبرؤ من الدين، من الخروج من الإسلام، ما لا يطاق، ما لا يستطيع أن يتكلم به الإنسان خشية من الله ومن نفسه ومن المجتمع. هناك من الفساد عند 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 شباب، عند جيل ناهض جديد من المفترض أن يكون هو جيل المستقبل، قادة المستقبل، وهؤلاء الذين يستلمون زمام المبادرة والحكم وقيادة العراق في جميع المراحل، في جميع مناحي الإدارة الاجتماعية والسياسية والتربوية والاقتصادية وغيرها. هؤلاء الذين تطلع أن يكونوا هم خلفاء هذا الجيل قد انحرفوا، وهناك انحرافات فظيعة وخطيرة وكبيرة جدا. والحمد لله، والحمد لله أنه لم يتسلط الأضواء عليه، لأنها فضيحة وعيب وشين علينا نحن من ندعي بأننا شيعة. هؤلاء الذين أتوا، مفروض هذا المعمم وغيره يسأل نفسه لماذا أصبح هذا الشعب يترضى على تلك الحقبة البائدة السوداء؟ بسببكم أنتم أيها المنافقون، أيها الدجالون، أيها السارقون، أنتم سراق. انظر أخي الكريم، أتوا بأرذل وأخس وأدنى وأوضع سياسيين، بين قوسين أيضا سياسيين أبو سنة. خالد شكرا على اتصالكم، لأن شوية عندنا اتصالات وراح مجرى البرنامج إلى مواضيع سياسية. الله يوفقكم وجزاكم الله خير، وشكرا على مداخلتكم القيمة. سيدنا قبل أن نأخذ الاتصالات طبعا أبو خالد، نعم، يعطيهم يعني يقول كل واحد يعطي طينته بخده. ربط أبو خالد إحنا الدين وهو السياسة. يقول أبو خالد يعني ما مضمون ذلك أن لولا هؤلاء ما لعبوا بالدين وفسدوا بالدين وضيعوا الناس بالدين باسم الدين، ما حال الآن الناس تترضى على هذا الظالم أمثال صدام وغيره. فهم أصل الفساد، فعليهم أن يلتفتوا إلى أصل الفساد، لا يلتفتوا إلى أنه ما نتج عن ذلك الفساد. سؤال من الأخ أبو مصطفى، يقول ظاهر أو عفوا أبو خالد، نعم نعم، لا مو أبو خالد، أنا الظاهر الاسم ما سجلته، أبو مصطفى، نعم هو أبو مصطفى صاحب سؤال أبو مصطفى، نعم، يقول الآية الكريمة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى، يريد تفسير هذه الآية. أحسنتم. طبعا هنا تفسير لنور الثقلين للشيخ الحويزي، يقول أنه ذكر في الهداية هي إلى ولاية آل محمد سلام الله عليهم، لما يقول أنه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم اهتدى أي إلى ولاية آل محمد عليه السلام، أي أنه أول مرة أنه تاب، وبعد ذلك الله يغفر له ثم يؤمن ثم يهتدي إلى ولاية آل محمد عليه السلام. هذا تفسير سأشرح إن شاء الله أكثر. هنا أيضا عن علي بن إبراهيم يذكر فيه عن سدير قال سمعت أبا جعفر وهو داخل وأنا خارج وأخذ بيدي ثم استقبل البيت فقال يا سدير إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها ثم يأتون فيعلمون ولايتهم لنا، يعلمون بولايتهم لنا. فهنا يقول يعلمون بولايتهم لنا، وهو قول الله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم أومأ بيده إلى صدره اهتدى أي إلى ولايتنا. أيضا في تفسير علي بن إبراهيم القمي
وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال إلى الولاية، أي ولاية آل محمد عليهم السلام. وإني لغفار، قال أيضا عن أبي جعفر الباقر عليه السلام عندما ذكر الآية قال ألا ترى كيف اشترط ولم ينفعه التوبة والإيمان والعمل الصالح حتى يهتدي إلى ولاية آل محمد عليهم السلام. الله سبحانه وتعالى يقول بعد أنه تاب وآمن وعمل صالحا لم ينفعه إلى أن يأتي إلى ولايتنا، ولاية أهل البيت عليهم السلام، فقال لا تنفعه إلا أن يهتدي إلى ولايتنا، والله لو جهد أن يعمل ما قبل أن يهتدي، لو عمل كل ذلك قبل أن يهتدي ما نفعه، إلى أن جعل الله فداء قال إلى أن يعود إلينا. أيضا هنا لو تلاحظون أنه في صيغة وإني لغفار أنها هنا تؤكد بالرحمة لله عز وجل والمغفرة، وأن وصف نفسه بكثرة المغفرة. الله عز وجل عندما يقول إني لغفار أي أنه كثير المغفرة، فكل من يتوب وينوب ويعود إلى الله عز وجل ويعمل صالحا ثم يهتدي إلى ولاية آل محمد عليهم السلام. أحسنتم سيدنا العزيز، عندنا اتصال من معنا أخوان أبو عمر من المغرب. السلام عليكم. تسمعونني؟ نعم تفضل يا أبو عمر. تسمعونني؟ بالنسبة للبراءة التي تتحدثون عنها ما هي منزلتها من الدين؟ مو واضح صوتك. بالنسبة للبراءة التي تتحدثون عنها ما هي منزلتها من الدين؟ ما هي منزلة البراءة من الدين؟ عندكم سؤال ثاني؟ نعم لا أريد الجواب عن هذا السؤال. شكرا على اتصالكم، إن شاء الله يجاوبكم السيد. عبد القادر من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أولا أنتم تتكلمون عن البراءة، يجب أن تضع الألوان، يعني أنتم تريدون اللعن ليس البراءة، هذا أولا. وثانيا بالنسبة للوائل، الوائلي أداه علمه، يعني لم يتكلم عن فراغ، الإنسان كبر في العلم ولما ترضى على الخلفاء هذا هو اعتقاده، لماذا تحرض الناس على أن يلعنوه أو يتبرأوا منه؟ وثانيا إذا كنت شجاع أتينا بمقاطع للحيداري ياسر عودة وتكلم على الأحياء الذين سيردون عليكم، لماذا تتكلمون على الأموات؟ الحيداري ينفي المهدي المنتظر، يقول بأن كل الروايات إسرائيلية، روايات الشيعة إسرائيلية، والله تبعت كثير المقاطع الحيداري ينفي، ممكن في بضع سنين سينفي مذهب الشيعة أصلا، لماذا أنتم جبناء لهذه الدرجة؟ تكلم عن الحيداري، تكلم عن ياسر عودة، لماذا تتكلم عن الأموات؟ أكملت مداخلتك عبد القادر؟ أكملت مداخلتكم؟ ويقول لك لماذا ترضيت عن الخلفاء؟ أعطيني إذا كنت شجاع بمقام علي الحجر. صاري الأخ عبد القادر يكرر الكلام، شكرا على مداخلتكم أخونا عبد القادر. نعم سيدنا، قبل لا نأخذ أسألكم الأسئلة، بس يا أخ عبد القادر حاول تراجع وتتابع قناة فدك، تطرقت للملعون هذا المدعو كمال الحيدر لعنه الله، وللمدعو هذا ياسر عودة لعنه الله، وعرتهم على رؤوس الأشهاد وبين الضلال. له برامج، أنا لي برامج في ياسر عودة، كنت أتي بقوله وأرد عليه، أيضا كمال حيدر رددت عليه ورد عليه سماحة الشيخ والأخوة في الهيئة ردوا عليه، فهذا قوله باطل. وكلامه يعني إنشائي أشبه باللغو، لا يعلم في هذه الهيئة ولا يعلم ماذا في برامجها، ويتكلم كلاما عاما إنشائيا. فنحن رددنا أول من رد على البالون وسماه بالبالون، إذا لا يعرف هو من هو البالون، ترى البالون هو كمال حيدري، كان الشيخ يلقبه بالبالون لعله لا يعرفه. فأول من بدأ بفضحه وكشفه للعباد سماحة الشيخ قبل 6-7 سنوات، أوضح للناس قبل أن يعرفوه الآن الناس هو ضال المضل، قبل أنه كان محترم عند الناس ظهر الشيخ وقال أنه بالون وفارغ وأنه لا حيدري ولا يهتدى إلى هذا الدين، وفضحه وكشف زيفه و منهجه الباطل الخبيث. نعم. أيضا ياسر عودة رد عليه سماحة الشيخ
في الأسئلة والأجوبة في الحوار المفتوح. أنا في برامج رد الشبهات رددت عليه وأجبت عليه كثيرا، الأخوة اللي في الهيئة ردوا عليه وبرأوا منه من أقواله وغيره الكثير. كل واحد لا يتصور أنه يخرج أحد منحرف لا ترد هذه الهيئة عليه، لكن هناك من نكثر من الرد عليه لأنه أساسه عميق، وهناك من أساسه ضعيف فنذكره بين الفينة والأخرى. أحسنتم سيدنا العزيز. السؤال من الأخ أبو عمر من المغرب يقول: ما هي منزلة البراءة من الدين؟ هي من الأصول، من أصول الدين الولاية والبراءة، وهناك من الفروع التولي والتبري. فأصل الدين الولاية لآل محمد عليهم السلام والبراءة من أعدائهم، وهناك من فروع الدين التولي والتبري. أحسنتم. نعم. يحتاج شرح أكثر أو أنه هذا عندكم شرح؟ تفضلوا. أنا نعم. أكملتم. لا هو أنا أكملت، أقول لك يعني أساس الجواب هو هذا. عندنا الولاية والبراءة، أصل الولاية وأصل البراءة في أصول الدين. وأما فروع الدين وهو التولي والتبري وهو التفاعل، فهنا يعني الولاية الفعلية والبراءة الفعلية التي هي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موجودة عندنا ذلك ولها مراتب ثلاث. اليد واللسان والقلب. أحسنتم سيدنا العزيز. عندنا اتصال غريب من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم أخي سيدنا سيد أحمد. عليكم السلام يا حبيبي يا غريب، حياكم الله، تشرفنا بكم يا نور عيني، حياكم الله. الله يعزكم. في موضوع الحلقة اليوم قبل ما أبدأ، بعد أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن ارتضى إلا الشرك، فيما قال لقمان عليه السلام، ما حافظ الآية لكن أعتقد: يا بني إن الشرك لظلم عظيم. يعني وأكو أمثلة على الخفران، مثال ذاك الذي أسقى الكلب من البئر في كرمون، وذاك اللي قتل واحد أخرج جثة بنت من المقبرة، لكن لأن الوقت أنا يعني على هذا. الله يحفظكم إن شاء الله. وعليكم الصلاة والسلام على سيد الخلق وآله الطيبين الطاهرين أجمعين. على موضوع الحلقة اليوم، يمس موضوع الحلقة اليوم وللأسف الشديد، بالأمس شاهدت مقابلة مع الأخ الشيخ القرعاوي، يعني قبل يومين إحنا نقول بالأمس، الناطق باسم حزب الله، إذا لم تخني الذاكرة ما أعرفه هو هذا، مع أحد يتامى صدام، والموضوع هو المليار وبناء الملعب باسم ابن سلمان ابن هدام ابن الشيطان. وكان المقدم مقدم البرنامج إلى أبعد الحدود يعني نذل بمعنى الكلمة، فقد لم يترك المجال للأخ الشيخ القرعاوي من التكلم بحرية، وكان مدافعا عن آل سعود، وكان ذلك السني المقابل من هؤلاء اللي كانوا في البرلمان كان يضحك عليه على الأخ القرعاوي من كثرة الهجوم يعني عليه. وحين سأله هنا النقطة، هذا ربات الفرس سيدنا على البراءة، حين سأله مقدم البرنامج: هل ترضى من أن يسمى الملعب باسم أبا بكر أو عمر؟ فقال الشيخ، فأجاب الشيخ القرعاوي المتحدث باسم كتاب حزب الله، إذا لم تكن ذاكرة، لكن هو القرعاوي، هو واحد قرعاوي ما عندنا عشرة، وما الضر وما الإشكال؟ فليسمى الله أكبر. ليس عندنا والله. شوف الله شلون أخزاه وأهانه بالحلقة، سبحان الله، نهوز ضعيفة جبانة. فضحك عليه. نعم فضحك عليه هو هذا الطفل الزعطوط اللي بكت ابنه، والله العظيم انقارت يا سيدنا لا بعد الحدود، والله العظيم يعني واحد زعطوط يضحك عليك وانت ذا شيبة، وانت ناطق باسم كتاب حزب الله، يعني واحد يعني مثل ما نقول لك يحفر نفسه. مولانا استاذ غريب، اللي يرخص نفسه ويرخص دينه ويرخص مبدأه هكذا يكون جواب الناس له، يستاهل. والله كلامك سيدنا صحيح، لكن انا يستحق أقول هذا الكلام لانه القلب يدميني، يعني ذا شيبة ورجل دين وكذا، يعني على الأقل من تأتي إلى برنامج، من يعني يستدعوك إلى برنامج، تشرف عليهم بأنه لا تقطعوا علي الكلام، خلوني أن أنهي من مداخلتي. وذلك هو إذا رأى أنه لم ينهوا كلامه كل شوي يقاطعوه، فعليه أن يترك البرنامج ويخرج حفظا لكرامته. والله قلت لسيدنا، والله أقسم لك بالله سيدنا، قلت له بقلبي، قلت له يا أخي ذبل هذا، قولهم لعنة الله عليكم وعلى أبا بكر وعلى عمر وعلى عائشة وعلى أسلافكم، يا قتلة يا 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 بعثية يا ملاعين يا وهابية، وانزع الميكروفون وذبه وقوم، يعني ما حد ما جابرك أنت تجلس، يعني شنو
شنو هما مقيديك بسلاسل، شنو خلين عليك مثل ما نقول المافيا خلين عليك فتفت فطن من هذا السمنت برجليك شابيه. والله قهرني لا بعد الحدود يا سيدنا، لكن لمن تشكي؟ لمن تشكي؟ هؤلاء هم يقول لك متحدثين. يا اخي انت متحدث مع احترامي الشديد والله العظيم، لكن يعني ادميت قلبي قبل عيني. الله يحفظكم ان شاء الله. شكرا الله لكم. في امان الله اخي سيدنا العزيز. في سؤال قبل السؤال اقدر انه اتي بروايتي العلامه المجلسي؟ نعم لكم الكلام، لان هذه شويه مهمه وحتى الناس تفهم. هذا العلامه المجلسي، لا تعلمون من هو العلامه المجلسي؟ العلامه المجلسي له فضل على التشيع والمتشيعين والعالم اجمع، غواص البحار. لولا العلامه المجلسي ما حفظ لنا التشيع. العلامة المجلسي 20 عاما يجمع في كتابه البحار الذي هو أكثر من 110 مجلد. فهنا نقول في أي داعي إذن لأن ينبري العلامة المجلسي مثلا ليؤلف كتابا كحياة القلوب، يعيد فيه ذكر ما هو مدون ومحفوظ في بطون الكتب فيما تقدمه من كتب عديدة، وهو مستقر في صدور المئات من العلماء يتناقلونه جيل بعد جيل، من أن عائشة وحفصة لعنة الله عليهما وعلى أبويهما قتلتا رسول الله صلى الله عليه وآله، ذكر ذلك بالاسم ولعنهم بالاسم، وقال أنهم قتلتا رسول الله، أنهن قتلتا رسول الله صلى الله عليه وآله، ذكر ذلك في كتابه في حياة القلوب الجزء الثاني صفحة 700، ذكر ذلك بالاسم الإعلام المجلسي. انظر الكارثة التي حدثت بعد هذا. يقول عندما ذكر العلامة المجلسي في كتابه أن عائشة وحفصة هن قتلتا رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر من أبويهما لعنة الله عليهما، فوقع هذا الكتاب وفي هذه العبارة بيد قضاة المحكمة الشرعية في كابل، فيفتون بسببه بارتداد الشيعة الهزارة في أفغانستان وإهدار دمائهم. فتقع تلك المجزرة الرهيبة التي أودت بحياة عشرات الألوف، ليس ألف، عشرات الألوف منهم، حتى كان جند عبد الرحمن خان يستمتعون برمي الرضع، طفل رضيع يرمونه في الهواء ويقطعون جسده الناعم الترف بسيوفهم إربا إربا، حتى ورد أنه يأخذون الطفل الرضيع من قدميه ويضربون رأسه بالحائط، هكذا كانوا يفعلون ويفجرون رأسه أمام أمه وأبيه. فيما بيعت الحرائر الشيعيات في سوق النخاسة ب5 روبيات، ثمن بخس زهيد. هذا راجع في تاريخ شيعة أفغانستان لحسين علي يزداني وأفغانستان في 5 قرون لمير محمد صديق فرهنك، ونظر على ماضي وحاضر أفغانستان لطالب قندهاري. ألا قيل للعلامة المجلسي دماء هذا الشعب الشيعي الأفغاني بأكمله في رقبتك؟ هل أحد يستطيع أن يقول ذلك لغواص البحار أن تلك الدماء هي في رقبتك؟ لم يتجرأ أحد لا من العلماء ولا من العوام أن يقول ذلك على غواص البحار العالم المحقق الفذ. قد كان الحق مدونا في الكتب محفوظا في صدور المئات من العلماء يتناقلونه من جيل لجيل، مما يخاف عليه الاندراس أو الضياع، فأي داعي لأن تعيد تدوينه بهذا الأسلوب المستفز لمشاعر العدو حتى سفكت الدماء وانتهكت لأجله الأعراض؟ فهنا يقول لا يخلو المدافع عن العلامة أن يكون دفاعه دائرا بين 3 تبريرات. التبرير الأول يقول أنه لم يكن متعمدا لذلك ولا ملتفتا لإمكان وقوعه بسبب كتبه، ولو كان عالم بذلك لما فعل. هذا تبرير سخيف وليس تبرير علمي ولا قيمة له، لأنه في حقيقته يجعل العلامة المجلسي غواص البحار الفذ المحقق رجلا بليدا طائشا لا يدرك العواقب، أو غرا لم يعرف النوائب، وهو الحكيم الذي صقلته التجارب، والفقيه الذي علم المشارب، والروي الذي لا يعيب في رويته، لا يعيبه في رويته، وبعد نظره عائب. وكان يمكن تصديق مثل هذا الكلام الذي يسفه به هذا
العالم العلم وينزله منزلة جاهل غافل لم يسمع بالتقية ولم يقرأ تاريخ الشيعة ولم يعلم بأن من هو أكثر من يحفز عدوهم للإجرام في حقهم في عندما يلعن أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة في كتبه. هنا يعلم أنه من يفعل ذلك ستكون بعدها كوارث ما بعدها كوارث. لماذا أصدر وخرجها ونقلها بالاسم واللعن الإعلام المجلسي؟ ثانيا من التبريرات أنه كان ملتفتا إلى إمكان وقوع سفك الدماء بسبب كتبه، إلى أنه رأى ذلك احتمالا ضعيفا لما تحقق في عصر من تمكن الشيعة بالدولة الصفوية، فعمل بالظن الغالب وفي مثله يعذر المجتهد. وأين هذا مما نحن فيه اليوم حيث الدماء تهراق على مد البصر فلزم الكف عن إظهار البراءة؟ هذا أيضا تبرير سخيف لا يمكن أن يكون به الإعلام المجلسي، وهذا أيضا كسابقه من السخف والبرود إذ يرجع إلى تصوير الإعلام رضوان الله تعالى عليه ضعيف الإدراك مغترا متهاونا غير مدرك لشيء من أبسط ما يدركه العقل، وهو أن الأيام دول، ناهيك عن أن الواقع التاريخي يقول أنه كانت للشيعة مكنة في فارس فلم تكن في غيرها. فهنا إذا كانت في غير فارس لم تكن هناك مكنة، إذا سيفعلون ما يفعلون بالشيعة وكما فعلوا في الشيعة الهزارة. بل كان الشيعة يقتلون ويذبحون في غيرها من البلاد وعلى أطرافها وتخومها حيث كانت الحروب والمناوشات تجري بين الصفويين والعثمانيين، وكانت آلة التجييش العثمانية تقوم على أساس تكفير الشيعة من واقع ما هو موجود في كتبهم مما يبيح قتلهم وقتالهم وإزاء الواقع لا يمكن الوصول إلى غلبة الظن. ولعمري إن كان ممكن أن يناقش هذا فلا يمكن أبدا في شأن مثل الشيخ المفيد رضوان الله عليه الذي كانت أشلاء الشيعة تتناثر طوال عصره عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه في بغداد وغيره. كان الشيخ المفيد يجهر بالبراءة رغم تلك الدماء وتناثر دماء الشيعة وتناثر أشلاء الشيعة عن يمينه وعن شماله، ويزيد في الجهر بالبراءة وبلعن أبي بكر وعمر بل بكفرهما وعلى الملأ يناظر بذلك. كان الشيخ المفيد لا يزيد ذلك الذي يراه من سفك الدماء إلا مضيا في تكفير أبي بكر وعمر وعائش والنيل منهم وسائر أهل الردة والنفاق بأصرح العبائر. كان يتكلم الشيخ المفيد بأصرح العبائر لا في التأليف والتدوين فحسب، بل كانت له مجالس المناظرة والجدل مع كبراء أهل الخلاف، وتلك كتبه وأثاره بين يديك فانظر فيها. لم يكن بمأمن، فلقد استهدفوه غير مرة وحاولوا اغتياله وتعرضوا له، وهو مع ذلك ثابت على عزمه غير منتهي عنه ودعوى الفرق بين زمانه وظروفه أنه ليست كزماننا. هذه ليس دعوة إلا دعوة مكابرة، فلا فرق مطلقا في كل الأزمنة. فلا يبقى من التبريرات إلا ثالثة، وأنه لم تكن تغيب تلك عن الإعلام المجلسي رضوان الله على تلك المحاذير ويعلم بها، ولكن قام بما قام به لأنه أدرك بفقاهته ونباهته أنه لا يصح التعويل على ما اختزنته الكتب السالفة وصدور العلماء يجعل الأمر في صدرهم، بل كانوا بالمئات والألوف، بل لابد في كل زمان من تجديد لهذا الدين، وإلا صار في معرض الضياع أو الخضوع، وما هذا إلا تجديد للضمان الحقيقية لحفظ هذا الدين واستمراره والحيلولة دون خموله أو سقوطه تحت هيمنة دين مغاير أو فكر دخيل تماما، كما يجدد الجهاد الابتدائي أمر الدين يجعله حصن حصين منيعا وعزيزا. فهنا العلامة المجلسي عندما جدد تلك الذي هو في بطون الكتب، نحن الآن في هذه الهيئة المباركة جددنا ما هو في بطون الكتب وجهرنا بالبراءة، ورأيتم هذه الامرأة والرافضة في كل مكان يجهرون بالبراءة من أعداء الله. سنتم سيدنا العزيز الله يوفقكم. منو معنا أخواني؟ إن شاء الله. أحمد من المغرب، سلام عليكم. ممكن مداخلة بس بدون مقاطعة؟ تفضل. أنا أريد أن أحاور الشيخ لكن بدون أي مقاطعة أو قبض صوت. يا أحمد عندك إشكالات؟ عندنا اتصالات وقول إشكالاتك أسجلهن والسيد يجاوبكم. الإشكال الأول قبل قليل قال البراءة من الأصول، أي في أي كتاب السند يعني قال من الأصول، يعني ما هو دليله على أنها من الأصول؟ البراءة من الأصول ما هو دليله؟ السؤال الثاني شنو عندك؟ لا هو الشيخ قال من الأصول، نريد منه دليلا على أنها من الأصول، من قال من الأصول؟ نعم عندك اشكال ثاني؟
عندي إشكال ثاني، لكن نريد أن نريد منه أن خلي أسجل إشكالاتك، عندنا اتصالات لا تطول. عندك إشكال ثاني؟ ما هو دليله على أنها من الأصول؟ ظاهر تعيد إشكالك وتشتغل، سيأتيك الجواب، جواب عند السيد بعد أن يصل دورك. نعم. في السؤال نعم سيدنا العزيز، قبل لا نأخذ هذا السؤال الأخ عبد القادر. نعم نعم الأخ عبد القادر من ضمن كلامه يقول حقيقة كلام مضحك، أن الوالي عالم ووصل إلى درجة من العلم، وهذا اعتقاده، لماذا تلعنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن أمثال الوائلي وغيره لم يدرسوا في الحوزة، حوزة النجف الأشرف، ولم يكونوا من رواده، إنما درس في جامعة النجف الدينية، جامعة أشرف الأكاديمية، درس 4 سنوات، دام هنا الذي كان فيها جل العلماء دراسة أكاديمية، درسوا وهي 4 سنوات، أكملها أو لم يكملها، بعد ذلك ذهب إلى الأزهر ودرس وتتلمذ عند الأزهر، فكان ثقافته بكرية. ونفسه الوائلي يقول أن كتبي ومكتبتي 90% هي للكتب البكرية، فهو رجل بأصح العبائر أنه رجل أزهري وليس رجل شيعي، والدليل على ذلك أن عقائده وأفكاره جلها من أفكار المخالفين وآراؤه من آراء المخالفين، وكان يعتز ويفتخر بالفخر الرازي، ويفتخر بأنه يتكلم بتفسيره ويذكره على الملأ ويتبناه، وأيضا يمدح الطغاة، كل الطغاة هو مدحهم تقريبا، حتى الدولة الأموية والدولة العباسية، هؤلاء الطغاة القتلة لآل محمد عليه السلام هو مدحهم وأثنى عليهم. فرجل لا أكثر ولا أقل، هو خطيب، والخطيب يدرس عندنا في الحوزة كم سنة، بعد ذلك يذهب إلى الخطابة ليعتاش عليها، فهو كان يعتاش على الخطابة، ومن هذا الأمر هو كان رزقه هذه الخطابة التي يصعد فيها المنبر، فيضل الناس ويضل الشباب والشيبة والكهول والرجال والنساء، وبعد ذلك يأخذ الأموال جراء تلك الضلالات التي كان يعطيها. سنتم سماعة السيد، عندنا اتصال الأخ محمد من فرنسا، تفضلوا. الأخ محمد تسمعنا؟ أيوة بسمعك يا أخي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، تفضلوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم والعن أجرهم. عندي مداخلة يا أخي. نعم تفضلوا أخي. أنا أعزكم وأحبكم وأحترمكم كثيرا، ولكن عندي مداخلة بسيطة عن التبري. نعم تفضل. لا بد من التبرع من أعداء البيت، هذا صحيح. بعد بحثي ضعيف استنتج بأن هناك من المرجعيات أو من الشيعة من كيف أقول لك، هناك آية قرآنية مضمونها بأن من يكتم حقائق أو يكتم كلام الله بعدما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، حق ولا لا؟ نعم تفضلوا أكملوا. ألو أكملوا نسمعكم. اسمعني يا أخي. نسمعكم أكملوا. أيوة، ولكن هناك يا أخي أنا يا تشيعت من حوالي 7 سنوات واشتريت كتب، فهناك كتب اشتريتها مثلا الكوليني أو اشتريت كتب أخرى، ولكن لما حاولت فهمها فهناك لقيت صعوبة مثلا الأول والثاني. في نظركم فهذا مثلا لماذا يقولون الأول أو الثاني أو الثالث؟ لماذا لا يقولون أبو بكر أو عمر أو فهمني؟ إذن بأنهم يكتمون حقائق علينا. شكرا على مداخلتكم، إن شاء الله نسأل السؤال هذا للسيد إبراهيم اللامي من بغداد. السلام عليكم. الله يسعدك شيخ علي، حياكم الله خادمكم، تفضلوا أخي.
الله يحفظك. اللهم ان على ابي بكر وعمر وعثمان وعائشه وحفصه وهند وام الحكم ومعاويه ويزيد وسائر اعداء قتله اهل البيت، امين يا رب العالمين. الله امين. سلامنا الشيخ السيد احمد الموسوي. الله يسلمكم حبيبي اخ ابراهيم اللامي، تشرفنا بكم، الله يبارك بكم يحفظكم ان شاء الله ينور عيني. يحفظك الله سيدنا. سيدنا احنا رايدين من عندكم برنامج للعراق، رحم الوالدين، يعني برنامج للعراق، هنالك برنامج يعني للاخ ابو محمد سمير الشونة الاخ المهندس، وبرنامج نعم نبض العراق الساعة 4 بتوقيت العراق كل يوم، كل يوم جمعة. نعم نبض العراق اسم البرنامج. نعم تابعوا البرنامج وحاولوا تتواصلوا مع الاخ المهندس، وان شاء الله يطرح كل القضايا والمشاكل العراقية ويناقشها. أخي أنا مرة سمعت محاضرة لهذا السيد علي الطلقاني، يقول هجموا على دار الزهراء قوة أمنية ومعاهم النائب الثاني. يقول النائب الثاني من هو النائب الثاني؟ هو شيخنا والله ما نعرف النائب الثاني من هو، يعني قوة أمنية شنو يعني النائب الثاني مين؟ يعني من صراحة يدوخون العالم، يدوخون العالم، هم يدوخون العالم. النائب الثاني يا النائب الثاني بالبرلمان مثلا، هو رخيص هذا قوة الصنف، قوة أمنية شيخنا يقول قوة أمنية خرجت على دار الزهراء ومعاهم النائب الثاني. أخ إبراهيم هذا صنف رخيص ممن يدعون العلم والعالمية ويتكلمون على منبر الحسين عليه السلام، أمثالهم كثير، لأنه إذا ساء الزمان يسوء بأهله فيخرج أمثال هؤلاء. يقول النائب الثاني يقصد به عمر لعنة الله عليه، فهذا من السخف على العقول. النائب الأول هو أبو بكر لعنة الله عليه، فهذا رجل رخيص وميع الدين وجعل هذه الهجمة الفظيعة، الهجمة التي لا نستطيع أن نتصورها فضلا عن نتكلم بها، جعلها بسيطة يسيرة وهونها ورخصها عند الناس، بحيث أنه الذي يتلقاها يتلقى أمرا يسيرا، لم يكن أنهم دخلوا على بيت النبوة على الزهراء عليه السلام ولطموا وجهها وكسروا ضلعها وفعلوا ما فعلوا من أحداث لا يمكن للإنسان أن يتكلم بها دون أن يضج بالبكاء، يشق جيبه، يلطم رأسه، يخمش وجهه. كيف يتحمل الإنسان ما جرى على الزهراء عليه السلام من أمر عظيم؟ كشفوا بيت الزهراء، ألا وإن بابها بابي، ويقول الله أكبر عليهم، حجاب الله، فاطمة حجاب الله، هتكوا والله حجاب الله، الباقر والكاظم ثلاث مرات قالوها. الكاظم قال يا أمه هتكوا والله حجاب الله وأغمي عليه، هذا هو الأمر العظيم. لكن أمثال هؤلاء قد جعلوا تلك الحادثة أنها عرضية وبسيطة، مثله مثل الوائلي لعنة الله عليه، يقول أنهم أبناء عمومة تقاتلوا فيما بينهم وتصالحوا وانتهى الأمر. سيدنا فلا زحمة عليك سيدنا، سيدنا هو يتجرأ يقول اسم الشيخ الحبيب، يتجرأ يقول اسم الشيخ الحبيب، أنا سمعت محاضرته، يتجرأ يقول اسم الشيخ الحبيب وما يتجرأ يقول اسم عمر بن الخطاب لعنة الله عليه. أحسنت، لأنه الشيخ الحبيب لا يغدر ولا يفجر ولا له أحزاب تقتله وتسحق على رأسه، لأن الشيخ الحبيب رجل يعمل بالدين، والذي يعمل بالدين يقول سب أو عفو عن ذنب، فالشيخ هذا عمله. أما هؤلاء أمثال الذي لا يستطيع ذكر عمر أمامهم يسحقون على رأسه، هؤلاء البكرية لا يجعلون له حتى مجلس ولا يجعلوا يصعد المنبر بل يسحقون على رأسه، فهو يخاف ويداري عيشه ولقمته. بارك الله بك سيدنا، بارك الله بك، الله يحفظكم ان شاء الله. وسلمونا على المجاهد البطل الشيخ ياسر الحبيب، على عيننا ان شاء الله يصل يا مولانا سلامكم، الله يبارك بكم ويحفظكم ان شاء الله. الله يرضى عليكم، شكرا على اتصالكم اخي ابراهيم. عندنا اتصال الاخ ابو راغب من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا نور عيني حياكم الله يا مولانا. سيد احمد الله يحفظكم يا استاذ يا غالي، الله يرعاكم ان شاء الله يا ابراهيم علي الابراهيمي، حياكم الله اخينا العزيز، حياكم الله. يجب على جميع الشيعة
أن يتبعوا نبيهم محمد صلى الله عليه وآله. لماذا لا تتبعون نبيكم؟ لماذا لم تتبعون علي بن أبي طالب وأهل بيته الأبرار؟ ليس قال النبي صلى الله عليه وآله إذا رأيتم أهل الريب والبدع تظهر البراءة منهم واكثروا من سبهم ولعنهم حتى يحذرهم الناس؟ أوليس هذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله؟ صلى الله عليه أنتم وآله. الأبناء العامة، أنتم أهل السنة، من تقولون نحن أهل السنة، هذه سنة رسول الله. وبالنسبة إلى هؤلاء البترية الجهلة، لماذا لن تتبعون الإمام الصادق سلام الله عليه؟ سلام الله عليه. أصول الكافي الشريف، هؤلاء الشيعة لماذا لم يقرؤون هذه في أصول الكافي؟ ماذا قال الإمام الصادق على هؤلاء المتطرفين من الشيعة الجهلة؟ وهؤلاء ليس جهلة، ليس جهلة، فقهاء كما قال الإمام الصادق. قال هؤلاء الشيعة المعممين الفقهاء المترضين على أعداء أهل البيت، هؤلاء خطرهم أكثر من قتلة الحسين علينا. أبو راغب، النبي محمد صلى الله عليه وآله قال: من تأثم أن يلعن من لعنه الله فعليه لعنة الله. السجاد عليه السلام قال: أبا بكر وعمر كافران، كافر من أحبهما. الباقر عليه السلام قال: نحن نأمر كبراءنا وصغاراءنا بالبراءة منهما، بسبهما والبراءة منهما. أحسنت أحسنت. شكرا على اتصالكم أخينا أبو راغب. الإمام الحسين سلام الله عليه. سلام الله عليه. عذرا على المقاطعة، ولكن اتصالات موجودة وعندنا أسئلة سمعت. نعم السيد مولانا. نعم، خلينا ناخذ الاخ علي الكعبي من كربلاء المقدسه وان شاء الله نجاوب على اسئله. السلام عليكم اخ علي. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. عدي الكعبي وليس علي الكعبي، حياكم الله ولي الكريم. حياكم الله اخ عدي، تفضلوا. حياكم الله اخ عدي، اهلا وسهلا بكم. حياك الله سيدنا الفاضل، اللهم ربي يحفظكم سيدنا العزيز. اقسم بالله العظيم كل ما حد يشتم الوالي وكانما يضربني بخنجر ظهري، لان والله يا سيد وحق جدك الحسين كلش احب الدكتور احمد الوائلي. بالمناسبه اذا تسمح لي. نعم تفضل. اوضح لك فكره سمحت السيد، ما اخذ من وقتكم فقط 3 دقائق. يوم الايام على طار السيده الزهراء عليه السلام، سلام الله، كنت اسمع محاضره للشيخ الوالي رحمه الله على روحه يا اخوي والامام علي. لا تترحم الله اخ عدي، رجاء لا تترحم عليه رجاء، لانه والله العظيم تجعل خنجر في قلبي. اخ عدي اخ عدي، تجعل خنجر في قلبي عندما تترضى عليه وهو يترضى على أعداء الزهراء عليه السلام. أنا قبل قليل أخرجنا فيديو وهو يترضى على أعداء الزهراء عليه السلام. ألا تستحي وتخجل من الزهراء عليه السلام أنه يترضى على أعدائه، وأنت تحب من يترضى على أعداء الزهراء؟ كل واحد يترضى على أعداء الزهراء يجعل خنجر في قلب الزهراء عليه السلام. سيوم جاه جدك الحسين عليه السلام وطينا عطوة وصلنا فكرة سيد. تفضل مولانا، بس لا تترحم عليه، تفضل. لقدنا خدمة احتسب المرحوم الوالي عندما كان يتربى مولانا العزيز على أبا بكر وعمر، كان الموقف الذي مر به سيدنا مولانا عمار بن ياسر عندما ذكر مولانا لا سيف عليه ولا قتل له ولا شيء. هو في لندن ويترضى، هو في الخليج ويترضى، وليس في العراق حتى أنه عليه السيف، هو يتنقل من بلد إلى بلد. تفت وقتي لك أنت ما سامعك، هناك ما مضمون حديث يقول يعني إذا مثل فعلتم كذا يقتل جماعة من عندكم. مولانا هذه رسالة أرسلت إلى المحقق الكركي، أرسلت من أهل مكة، قالوا له أنت تلعن في إيران ونحن نقتل في الحجاز. أجابهم، قال لهم: هذا تكليفكم أن تعملوا بالتقية، وأنا تكليفي أن لا أعمل بالتقية وأن أجهر بلعن هؤلاء بالأسماء. هذا عالم المحقق العلامة المحقق الكركي، ويقول أنه تكليفي أن ألعن وأبرأ من هؤلاء. هذا ليس كلام منطقي. عدي أنت لا، أنا لا أريد أنه تحشر من جماعة الوائلي. الوائلي ليس برمز ديني، الوائلي هو خطيب وأضل الشيعة. الوائلي فعل ما فعل من إغضاب الزهراء عليه السلام، من إغضاب الله عز وجل بأنه يترضى على قتلة الزهراء. عندنا الآن الحديث نقلته يقول: من تأثم أن يلعن أعداء الله فعليه لعنة الله. يعني أي واحد يقول أنا أشوف نفسي آثم إذا لعنت أعداء الله فعليه لعنة الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ذلك. تفضل عدي. أقول لك سماع السيد بعد يوني من فدوة روح لك، طينا عطوة دقيقتي المهوة خلنا نوضح لك. تفضل.
الله يزيد فضلك، يوم من الايام انا استمع محاضره لسماحه المرحوم الوالي كان يلقي خطبه على مصيبه الزهراء عليها السلام. سلام الله عليه. يقول عندما غضبت السلطه الحاكمه فدك بقوه من السيده فاطمه الزهراء عليه السلام، امرت فاطمه الزهراء عليه السلام بوضع حاجب في المسجد ثم القت خطبه في الناس بعد ان حمدت الله واثنت عليه وتحدثت عن التوحيد واحكام الاسلام، عرجت على موضوع فدك وقالت يعلم الجميع بان ابي وهبني فدك فباي دليل يصادرها الخليفه مني؟ قال ابو بكر نحن نحتج بأي دليل فأحضري شهودا على هذا الكلام. يقول في حين ان ابا بكر كان يحتج بدليل لاخذها لان هذا الملك كان تحت تصرف بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابو بكر هو الذي غصبه. مع هذا احضرت السيده فاطمه الزهراء عليه السلام 5 شهود على هذا الامر، هم امير المؤمنين عليه السلام، الامام الحسن عليه السلام، والامام الحسين سلام الله عليه، وام ايمن، وهي من النساء التي وعدنا رسول الله بالجنه، واسماء بنت عميس، فشهدوا بان النبي صلى الله عليه واله وسلم وهب بدك لابنته الزهراء الزكيه، ولكن عمر لم يقبل بهذه الشهاده، فقال بان شهاده امير المؤمنين علي بن ابي طالب لا تنفع لانه يشهد لصالح اهله، والحسن والحسين عليهم السلام ما زال طفلين قاصرين، وشهاده ام ايمن وام سلمه لا تكفيان لان شهادتهما شهاده امراتين بشهاده رجل واحد، والامر يحتاج لشاهدين. قال امير المؤمنين عليه السلام بان طلب الشهود على فاطمه الزهراء عليه السلام خلافا للقران، وقال الامام عليه السلام يا ابا بكر ان شهاده اثنان بان فاطمه الزهراء ارتكبت ذنبا هل تقبل هذه الشهاده؟ الامام علي عليه السلام يقول يا ابا بكر ان شهد اثنان بان فاطمه الزهراء ارتكب الذنب هل تقبل هذه الشهاده؟ فاجاب ابو بكر طبعا، فقام الامام علي سلام الله عليه قال له لان فعلت لكفرت بالقران، لان الله اشار بطهاره وعصمه الزهراء عليه السلام، او ترفض شهاده الله وتقبل شهاده اثنين من الناس؟ تعرف شلون؟ هاي من محاضرات الوالي الذكيه. مولانا اسمعني الان، انا سمعتك، اسمعني ارجوك اخ عدي، اسمعني ارجوك. اولا هذا واقع لا يمكن لا للوالي ولا لغيره انكاره، هذه الاف الكتب ذكرت هذه الواقعه وما حصل وما جرى، هذا واقع لا يمكن لاحد انكاره. فعندما يذكر اولا سماه خليفه في قولك، وهذا اول باطل يرجع على الوائلي، هو ليس بخليفه انما هو حاكم غاصب غصب الخلافه من علي عليه السلام وقتل الزهراء عليه السلام. ثانيا ما ينفعه ما ذكر هذا التاريخ وهنا يترضى على ابي بكر ويقول هو خليفه وعادل ويقول انه اولا هو يقول انهم ابناء عم وتصالحوا فيما بينهم ويترضى على قتلة الزهراء عليه السلام. كيف أنت الآن تترحم على من يترضى على قتلة الزهراء عليه السلام؟ كيف تواجه الزهراء عليه السلام؟ تعلم كل واحد يترضى على قتلة الزهراء عليه السلام، الزهراء ستعاقبه وستجعله في موقف الخزي والعار يوم القيامة، الخزي والعار يوم القيامة. قبل فترة قلت لك هو لو كان يترحم من كل قلبه ما كان ذكر هذه الرواية الذكية التي يظهر بها هذه الرواية. هذه الرواية اسمعني، هذه الرواية حتى البكري يذكروها، يذكرون هذه الرواية، رواية واردة في كتب كتبنا هذه، لأن حادثة واقعة. أخي عدي احنا المشكلة اتصالات كثيرة وأسئلة كثيرة، وإن شاء الله الله يصلحك ويهديك إلى الحق إن شاء الله. مداخلتك أخ عدي، بس أشير إلى نقطة مهمة. أنك ادعيت أن الوائل قال هذا الكلام تقيه، ومع أن هذا الوائل نفسه إلى آخر حياته قبل أن يهلك ما ادعى هذا الكلام وقال أنا قلته تقية، وما صحح هذا الكلام أبدا. هذه الدعوة أنت ادعيتها أو ادعيت هذه الدعوة، هاي وحدة. النقطة الثانية، إن ادعى الوائلي أو إن صحت أنه كان كلامه تقية، فالتقية هنا تقية شيطانية مغلوطة، لأن الوائلي لم يكن في الموقف الذي كان فيه عمار بن ياسر كما أنت حاولت أن تشبه، عمار كان في رقبته سيف. هنا السؤال، هل أجبر الوائلي على قول هذا الكلام الذي ينقض الإيمان؟ إذا كان عندك دليل أنه مجبر قدمه، وإن لم يكن عندك دليل فأنت مأثوم في أن تترضى وتترحم على هذا المنحرف. سماحة السيد الله يجازيكم بالخير، الله يحفظكم. عندنا أسئلة، أحمد من المغرب يقول أنت قلت البراءة من الأصول،
ما هو الدليل أو ما هو دليله كما يقول؟ أولا عندما نقول في التوحيد نقول لا إله إلا الله، إذن هنا البراءة من كل إله دون الله عز وجل، وأن الله هو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد. فهذه هي البراءة من أصول الدين، أولا نثبت الولاية لله عز وجل والتوحيد له، وبعد ذلك نبرأ من كل إله دونه. أيضا في النبوة نقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أن محمدا هو عبد الله وهو رسول الله دون غيره من الأنبياء الذين بعده خرج كمسيلمة وغيره، فنشهد أنه هو النبي الرسول الحق من الله عز وجل. أشهد أن عليا ولي الله، نشهد أن علي هو الولي لله عز وجل، وكل من ادعى من الحكام أمثال أبي بكر وعمر وعثمان هم خلفاء ضلال وحكام ضلال، ونشهد أن علي هو ولي الله وهو الإمام الحق والوصي من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. أحسنتم سيدنا العزيز. سؤال من الأخ محمد من فرنسا. الأخ متشيع وظاهر شوية مثل ما يقول رايح زايد خلينا نقول بالأمور، لأنه ربما ما واصلت المعلومة. فمن ضمن اللي فهمته من كلامه أنه قال الكليني رحمه الله، شيخ الكليني وما أدرجه علماؤنا السابقين، يقول لماذا يذكرون فلان وفلان؟ لماذا لا يقولون أبي بكر وعمر؟ لماذا لا يصرحون بالأسماء؟ لماذا يكتمون الحق؟ واستدل بالآية الكريمة قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وحاول أن نعم طبعا هناك ملاحظة، لربما أنه هو ما قرأه في هذه الكتب ليست من الشيخ المفيد أو من العلامة المجلس أو من غيره، وأوردنا تلك من كتب الشيخ المفيد أنه يلعنهم وبالأسماء ويقول بكفر أبي بكر وعمر، فربما من الذين يلونه من بعد ذلك. هنا تعلم أن في كل طبعة هو الطابع هو الذي يخفي ذلك خوفا على مكانته ومكان مكتبته وغير ذلك، ففيهم من يورد ذلك وفيهم من يخفي ذلك. فرأينا الشيخ المفيد يذكر صراحة وبالأسماء يذكر ذلك، وأيضا له مناظرات في كفر عمر لعنة الله عليه، فالذي يكفر عمر أولى من باب أنه يلعنه ويبرأ منه، فيذكر ذلك صراحة الشيخ المفيد. العلامة المجلسي الآن ذكرنا لكم أنه هنا ذكر في كتابه، في الكتاب هو حياة القلوب الجزء الثاني صفحة 700، كتب بالنص عائشة وحفصة لعنة الله عليهما وعلى أبويهما قتلتا رسول الله صلى الله عليه وآله، فهم لا يخفون ذلك ويذكرونه صراحة، ولكن النساخة والكتاب والذين يطبعون الكتب أحيانا يخفون ذلك تقية، لأنه في الكويت لا يستطيع أن يطبع ذلك، أو في لبنان أو في إيران لربما يحاسب وتغلق المكتبة. فهذه أمور لا نستطيع أنه نقول أنهم أخفوا وكتموا وعليهم لعنة الله ويلعنهم اللاعنون، لا نقول ذلك. لماذا؟ لأن أصل التقية ثابت موجود، من كان يستطيع أن يعمل بعدم التقية فليفعل ذلك، ومن لا يستطيع عليه أن يعمل بالتقية، وملعون من لم يعمل بالتقية إن وجبت عليه التقية. هناك من يريد أن يعمل بعدم التقية ويجهر بالبراءة، أمثال الشيخ ياسر الحبيب عندما جهر في الكويت أراد ذلك، غيره كتم ذلك ولم يسجن وهو أخذ وسجن. فالأمر عائد يعني نفس الإنسان هو على نفسه بصيرة، إن رأى هناك مصلحة في الجهر بالبراءة لا يعمل بالتقية، وأن لم يرى أن هناك مصلحة ووجب عليه التقية عليه أن يعمل بالتقية. فلا نستطيع أن نقول ذلك على علماء أبرار كبار حفظوا التشيع لنا، نقول أنه كتموا الحق وعليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين. أحسنتم سيدنا العزيز، بس سؤال حتى إن شاء الله يكمل الصورة تكمل للمشاهدين. هل هنالك بعض العلماء السابقين استخدموا التقية ولم يستطيعوا لظروف معينة أن يصرحوا بالأسماء؟ فهل والعياذ بالله، والعياذ بالله أنقل كلام ربما تطرح هذه الشبهات، فهل
ينطبق عليهم قول أنهم يكتمون ما أتاهم ما أنزل الله؟ لا طبعا لا. لماذا؟ أولا هؤلاء العلماء هم أعلم بتكليفهم، أولا علماء فضلاء فيهم محققون وغير ذلك يعلمون بتكليفهم، الأمر الأول. الأمر الثاني، في زمن الأئمة كانوا يأمرون بعض أصحابهم بالجهر بالبراءة ويكتمون على بعض أصحابهم، يقول أنت لا نجيز لك أن تجهر بالبراءة وأنت نجيز لك أن تجهر بالبراءة، فهذا تكليف الأئمة علموه لأصحابهم. بعد ذلك في زمان كل قرن من الزمن، نقول أنه كل قرن كل 100 عام يخرج لنا عالم من العلماء يجهر بالبراءة ويذكر ذلك علنا وبالأسماء. وذكرت أنا في برنامج أنه شخصيات، شنو اسم الفقرة الشخصيات؟ شنو اسمها؟ اسمها شخصيات يمكن؟ نعم. المهم فقرة شخصيات ذكرت بدأت من القرن الرابع إلى وأن وصلت لعله إلى القرن التاسع أو العاشر، فبدأت من بداية القرون. كل قرن هناك عالم من العلماء يجهر بالبراءة صراحة وبالأسماء ولا يتقي إطلاقا، وأغلب علماءنا شهداء قتلوا بسبب جهرهم بالبراءة من أعداء الله. الآن لو رأيتم الشيخ المفيد كم مرة أرادوا قتله لأنه جهر بالبراءة من أعداء الله، وألف كتاب الجمل على عائشة ووضح عائشة، وله من المناظرات وله من الكتب في لعن أبي بكر وعمر وتكفيرهما. أحسنتم. نعم سيدنا الله. العزيز معانا سيد كريم من الناصرية. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله سيدنا الغادي. السلام عليك. السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله. السلام يا سيدتي ومقدرتي يا فاطمة الزهراء. السلام عليك سيدي سيدي أتمنى الناس سيدنا شوية صوتكم جاي يقطع، حاولوا أنه تتحركوا من مكانكم وأكملوا حديثكم. عزيزي أتمنى تكون الرسالة مالتنا هي هداية الناس وخاصة الناس البكريين. أحسنتم. أنا يعني بصراحة أنا جاي أشوف الناس بدون ونسبة كبيرة الحمد لله رب العالمين. فضل الله وفضل القناه فضل امثالكم سيدنا الذين يدعون الى الحق. الو تسمعني سيدنا العزيز؟ ذلك فضل امثالكم سيدنا الذين يدعون الى الحق. تفضلوا اكملوا. انا عندي جزئيه بسيطه اتمنى الاخوان البكريه بس ينظروا لها ويستمعون لها. يعني الرسول صلى الله عليه وآله من قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أطفال اثنين عمرهم 6 سنوات و7 سنوات وهم سيدا شباب أهل الجنة، الجنة اللي بها الأنبياء وبها الأئمة وبها الصادقين وبها الشهداء، السادة مالتهم هم الحسن والحسين، هم أطفال عمرهم 6 و7 سنوات. زين شون إحنا بالدنيا ما ناخذهم سادة هن، شون ناخذ غيرهم بغض النظر عن الأسماء؟ أنا ما أعرف شلون دا يفكرون هاي الناس. زين فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، شلون تفضلون عليها عائشة وتفضلون عليها فلانة؟ ما يصير يا أخوان يا بكرية، ما يصير هذا مو صحيح. رجعوا لنفسكم وفكروا. زين أنتوا تقولون إحنا على ظلال، حتى لو يعني نقول إحنا على ظلال وإن شاء الله مو على ظلال، من سبب هذا الظلال؟ مو الرسول يقول لهم يا بجيبوا لي كتاب لن تظلوا من بعدي؟ يعني كنا احنا على ظلال فهو سبب عمر بن الخطاب والصحابة، وكنتم انتم على ظلال فهو سبب عمر بن الخطاب والصحابة كانوا موجودين لرضوا رضوا هذا وقرار رسول الله. واحنا صدقنا بالقرآن، ما نصدق برسول الله من يكتب لنا كتاب لن تظلوا من بعد. هو يقول لهم يا ناس بس جيبوا خلنا نكتب لكم هذا الكتاب على مود يبقى عندكم طول منا يا يوم الساعة يوم القيامة، حتى ما حد يظل من عندكم يا مسلمين. واضربوا يا اخوان يا بكريه انتبهوا لنفسكم، والله احنا نحبكم والله ما نكرهكم. زين رغم صار بالعراق ترى ما صار والله كتلوا الاطفال وسبوا النساء وهم يقلبون الحقائق وخاصه ببرامجهم.
دي يشوفون احنا استعدنا بالجنوب عندنا ناس ابناء العامة والله عايشين ويانا حتى مشاجرة ما بيناتنا زين، وهم رغم نسبة قليلة بس عندنا الاحترام. وشوف كانت بالمناطق خاصة بالمناطق اللي بيها يعني دخلوا القاعدة وداعش وبدوا يذبحون يعني اتمنى هاي الحقائق يعرفونها، اتمنى انتوا تبينون هاي الحقائق لهاي الناس اللي للاسف للاسف لحد الان ما وصلت الى الحقيقة. يا اخوان انتوا اخواننا اخواننا بالانسانية اخواننا بالدين، بس نتمنى ترجعون للحقائق. اقرا الكتب اقرا ما بي شيء، استمع لهاي القناة واستمع لهاي القناة واستمع لقنواتكم ودور على الحقيقة، شوف وين الحقيقة. من توصل للحقيقة دي الساعة هذه راح توصل ما يريده الله، الله شي يريد 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 الحقيقة. الحقيقة بأن احنا نؤمن بالله ونؤمن برسوله وهاي أولياء، اقتنعتوا تؤمنون بهم خيرا انتم فايزين، ما اقتنعتوا يعني شو اسوي لكم. تحياتي سيدنا إلى كل القناة. أحسنتم سيدنا غالي وسيدنا، أنه نحتاج منكم أنه عندما تذكرون عائشة تلعنوها لأن عائشة قتلت رسول الله صلى الله عليه وآله. لا تتخذ التقية وأنت في الناصرية سيدنا، أنتم أهل الفزعة والنخوة وأهل الغيرة على رسول الله وعلى أهل البيت عليهم السلام. أهل الناصرية شموخ وعز، فهؤلاء لا تستحي أن تلعنهم وتبرأ منهم لأنهم بسببهم الناس ضلت عن الدين وبعدت عن الدين وبعدت عن محمد وآل محمد عليهم السلام. شكرا لك سيد الجليل ونشكر هذه الكلمات الحرة منك أيها السيد الغالي. شكرا لكم. آخر اتصال الأخ أبو علي من البصرة، السلام عليكم. أبو علي معانا؟ نعم تفضل أبو علي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أبو علي الغالي. الله الله يغليك مولانا، رحم الله والديك وجزاك الله خير الجزاء، بارك الله بك مولاي. رحم الله والديك يا أبو علي الغالي، نعم الله عليك. الله يخليك مولاي العزيز. مولانا العزيز بالنسبة للموضوع يعني الحلقة اليوم موضوع قضية يعني التولي والتبري، خصوصا قضية البراءة من أعداء آل محمد. بصراحة إذا أكو سنة عندنا في مذهبنا الشيعي مظلومة وقد أميتت، هي مسألة التبري واللعن والسب بحق أعداء آل محمد. الله الله أحسنت. وهذه السنة والله هذه السنة جدا يعني جدا ماتت يعني انتهت. يعني الآن تجد العديد من العراقيين مثلا على سبيل المثال يلعنون صدام أكثر مما يلعنون عمر أبو بكر. يعني أحسنت. يعني وهذه مصيبة، يعني يلعنون صدام أكثر ما يلعنون أبو بكر وعمر، وكأنما عدو أهل البيت هو صدام وليس أبو بكر وعمر. يعني الله. هذا واحد. الشيء الثاني بالنسبة للأخوة الذين يتصلون من المغرب والجزائر وهذا عبد القادر وغيره من الأخوة، قل لهم نحن ليس لدينا عداوة شخصية مع ما يسمى أبو بكر وعمر وهؤلاء أمثال هؤلاء لعنة الله عليهم. لعنة الله عليهم. هؤلاء قد ثبت بالروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم بأنهم منافقون وهم أعداء لمحمد وآل محمد. أجد. وحينما يكون أي شخص عدو لمحمد وآل محمد ليس لديه أي كرامة عندنا، هذا شيء بديهي. وحتى من يكون مننا شيعيين، يعني على سبيل المثال الأخ المتصل الذي ذكر الوائلي بقوله أنكم تسبون الوائلي أو ما كابت، أقول له يا أخ الوائلي ليس فقط ترضى عن أبي بكر وعمر، ليس فقط ترضى من باب كما تقول أنت وتزعم بأنها تقية، بل بالعكس أن الوائلي كان على اعتقاد كامل بأن هؤلاء كقوله يقول نحن نجلهم ونحترمهم وهم خلفاء. اعتراف هذا كامل، اعتراف على أن هؤلاء خلفاء من قبل الوائلي. والوائلي مدرسته يعلم الجميع بأنه تعلم وتلمذ في القاهرة على يد علماء من البكرية ومشايخ من البكرية وحسنهم كثيرا وتأثر بأفكارهم الشيطانية. أصبح الوائلي بعد ذلك يجمع ما بين المدرستين، مدرسة أهل إلى هنا في خطابات هي حسكينية، هناك يذهب ويتجه إليه العربي. يا أخي يعني هذا وهذا قمة الإخفاق. الدين يجب أن يكون واحد، ديننا واحد، لا يمكن أن يكون إلى أفرع أو إلى اتجاهات. حينما تقول اليوم إن أبي بكر هو عجل الزهراء
انتهت المسألة. من يبغض الزهراء فقد أبغض محمد. الله. من أبغض محمد فقد أبغض الله. الله. والسهراء باعتراف البخاري عندكم بأنها ماتت وهي واجدة على أبي بكر. فهذه المسألة منتهية. أبي بكر أصبح من المغضوب عليهم ولا عبد الله عليه. فما تجيني أنت بعدين أنت من الجزائر ولا من المغرب تقول لي والله أبو بكر صار فين والله هو كان خليفة. خليفة أصلا هو اقتصب الخلافة. وهذه المسألة كلها معروفة. وكيف أن أبو بكر جمع الناس وأغراهم بالأموال من أجل أن يضعوه ويبايعوه على ما يسمى بالخلافة. ونحن نقول لهؤلاء الأخوة عليكم أن تكونوا دقيقين في تعابيركم. نحن حينما نتكلم عن أبي بكر وعمر نتكلم بحق وعدل ولا يمكن أن يقول أحد أو يشاوم علينا أحد نحن نكرههم ونتكلم عليهم هكذا. لا، المسألة ليس مسألة طرق، هذه المسألة عقائدية دينية بحتة. أحسنتم. نحن نعتقد أبو علي أبي بكر وعمر قد ثبت نفاقهم. أحسنتم أبو علي. هذه المسألة التي أحب بيض الله وجهك عند الزهراء عليه السلام يا أبو علي. حقيقة أجدت في البيان، أحسنت المقال، رحم الله والديك. شكرا على مداخلتكم أبو علي. سيدنا العزيز، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. سبحان الله، مضت سريعا. كم لي من الوقت أنه نعم كيف أخوان بعد سيدنا 5 دقائق تفضلوا. جزاكم الله خير. سبحان الله، مضت هذه الحلقة سريعا، وهناك نقاط يجب أن نبينها للمستمعين المشاهدين الإخوة. أخوان، مثل ما ذكر أخونا أبو علي أنها هذه السنة المغيبة، هذه السنة مغيبة عند أغلب الناس، إن لم أقول عند كل الناس، إلا ثلة قليلة هي التي جاهرت بالحق وما زالت تتحمل الآلام والسب والبراءة والسجن، وأهليهم برأوا منهم، بل أشد من ذلك، الحكومة تطاردهم والناس تلعنهم والعشائر تبرأ منهم. لماذا؟ لأنهم جهروا بالحق وبرأوا من أهل الضلال. فلذلك أنا أقول أنه المطلوب من أهلنا في كل مكان من الرافض الأحرار الذي يستطيع أن يجهر بالبراءة فأن يفعل ويقتدي بالرافضة السابقين، بالرافضة الآن في العراق وفي بعض الدول، وبالأخت هذه المتشيعة المغربية التي جهرت في الأسواق وفي الشوارع وفي المساجد. افعلوا فعلها، والله ذلك هو الخير العميم، ذلك الفضل الكثير، ذلك والله فيه أعلى الدرجات والمقامات، بل بجوار محمد وآل الطاهرين عليهم السلام. هناك من الروايات العشرات بل المئات بل الآلاف التي تمدح من يبرأ من أبي بكر وعمر، وله يقول أنه في الروايات مضمون الرواية عن السجاد عليه السلام أنه من لعن أبا بكر وعمر في الصباح مرة واحدة له 70,000 كذا من الحسنات والدرجات وغير ذلك، ومن لعنهما في عند المساء مرة واحدة له آلاف الحسنات والدرجات والمنزل العظيم عند الله عز وجل. وروايات عظيمة وعظيمة وذكرناها كثيرا، لا نريد أن نعيد ذكرها. فهذه الروايات تثني بل ترفع درجات الذي يبرأ ويلعن من أبي بكر وعمر، وهي هذه شهادة له يتلقاها عند الله عز وجل، يقول يا الله ها أنا أرفع يداي بالبراءة من أعدائك ومن أعداء رسولك ومن أعداء علي ومن أعداء الزهراء ومن أعداء الحسن والحسين والتسعة المعصومين عليهم السلام جميعا. أنا برأت ولعنتهم وذكرت ذلك في الملأ، من لم يستطع في الملأ فليذكر ذلك عند الخاصة من أهله من أصدقائه من ناسه، عليه أن يحيي هذه السنة، هذه السنة التي أماتها الناس خوفا وطمعا مصلحة وغير ذلك. هناك من هو خاف وهناك من طمع، فلذلك علينا أن نحيي هذه السنة لأنها من أعظم السنن عند الله عز وجل. والله لو اجتمعت الناس
على لعن أبي بكر وعمر لا أنزل الله البركات من السماء والأرض. لماذا؟ لأنه في رواية عن محمد عليه السلام ما من محجمة دم إلا وفي رقابهما أبي بكر وعمر، كل هذه الدماء في هذا العالم في رقاب أبي بكر وعمر، هما من أسسا والله أساس الظلم والجور على آل محمد عليه السلام. فكل شيء الآن ورد في الروايات أنه اللهم اجزي عمر فإنه اللهم اجزي عمر فإنه ظلم الحجر، ظلم الحجر والمدر. عمر ظلم الحجر والمدر، يعني حتى الحجر والمدر هذا التراب الطين العالق عمر ظلمه، ليس فقط ظلم البشرية، ظلم الحجر والمدر، كل ما في هذه الدنيا، كل ما في ما خلق الله ظلمه من عمر لعنة الله عليه. اللهم اجزي عمر فإنه اللهم اجزي عمر فقد ظلم الحجر والمدر، كل ما على هذه المعمورة من خلق عمر ظلمه بأن غصب الحق من أهله. وعندما هنا نعيش الآن جميعا نحن في دولة إبليس، لأنها دولة الله ورسوله وأهل بيت عليه السلام، دولة علي عليه السلام، فنحن الآن نعيش في دولة إبليس. عندما إبليس بايع أبا بكر على الحكم، هنا نعيش الآن في دولة إبليس إلى يوم الإمام المهدي عليه السلام، سنعود ونعيش في دولة علي، دولة الله ورسوله وأهل بيت عليه السلام. فعندما أول من بايع هو إبليس، إذن نعيش الآن كل هذه الحكام في دولة إبليس، ونحن الآن ما زلنا في دولة إبليس، وإن شاء الله بظهور الإمام المهدي عليه السلام سنعود إلى دولة الله ورسوله وأهل بيت عليهم السلام. أحسنتم سيدنا العزيز، وحقا كلمة كانت مؤثرة جدا، أنه مهما تبرأ القريب والبعيد، ومهما قاتلنا وحاربنا وطردنا و أي شيء أو هاي المشاكل، فلا تصل إلى ما تعرض له الرافضة الأبرار كهذا المجاهد البطل الذي اخترق الصفوف ودخل في المسجد الأموي. أما أنا أريد أن أختم في هذه أو نقل لكم هذا الواقع. بصراحة أنه حينما تكلم الأخ أبو علي عن هذه السنة المغيبة، فعلا صحيح السنة المغيبة التي أحيتها قناة فدك المباركة وهذا المكان المبارك، فأني دخلت كثيرا من المساجد وصليت وراء كثير من المعممين وكثير هذه الأشياء، لم أرى تحديدا هذه السنة الصادقية المباركة، وهي لعن الأصنام الأربعة، الأوثان الأربعة والإناث الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند أم الحكم، بعد كل صلاة لم أرى هذه السنة المباركة إلا هنا في هذا المكان المبارك، حينما نأتم بسماعة الشيخ الحبيب في مسجد كل المؤمنين، نعم في مسجد المحسن الشهيد عليه السلام، كل المؤمنين بعد كل صلاة يجهرون ويلعنون أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم، وإنما هذا لشرف عظيم. إلى هنا انتهت هذه الحلقة، نلتقي وياكم في حلقات أخرى إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.